حين يظهر السلاح يختفون، وحين يعلو الهتاف يظهرون فيقتلون ويأسرون، تارة يحرضون وتارة يتهمون، وفي كل مرة يرتشون. يصدق فيهم قول القائل: وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال أحمس في الوغى أبناء قومي وأحمي ظهرهم عند النزال. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. انتشار الجيش في أسوان بعد مجزرة بين قبيلتي الهلايل والدابودية النوبية راح ضحيتها نحو 23 شخصا. الأهالي يتهمون الأمن بالتقصير، والمتحدث العسكري يستبق التحقيق ويؤكد تورط ما وصف بالعناصر الإخوانية في إشعال الفتنة بين القبيلتين. الجزيرة مبشر مصر تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة في أحداث ثورة يناير. هل كان لحماس أي دور إبان الثورة؟ وهل كان مبارك يريد استدعاء الجيش؟ نعرض اليوم لشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل. محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية وتحدد مصير حركة 6 أبريل في 28 من الشهر الجاري. فما هي قصة هذه المحكمة التي تأمر فتطاع وتنهى فيستجاب لها؟ أهلا بكم، يشاركنا تقديم مصر الليلة الزميلان عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين. الزميل سيد توكل فيقرأ لنا موجز الأخبار. أهلا سيد. أهلا بك زين، شكرا لك. مشاهدينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار. عقد إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والتنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب والوفد المرافق لهم لقاء موسعا مع قيادات قبلية في أسوان، وذلك بديوان عام المحافظة. وعقد اللقاء لمناقشة الاضطرابات القبلية التي شهدتها منطقة السيل الريفي شرق المدينة بين قبيلتي بني هلال والدبودية، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا. من جانبه صرح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي بأن هناك مؤشرات على تورط من وصفهم بالعناصر الإخوانية في إشعال الفتنة، وهو ما نفاه المتحدثون باسم القبيلتين في اتصال مع الجزيرة مباشر مصر. يأتي هذا فيما انتشرت قوات من الجيش مدعومة بالمدرعات في عدد من أحياء أسوان في محاولة للسيطرة على الأوضاع بعد الاشتباكات القبلية التي شهدتها المحافظة. انطلقت تظاهرات ليلية في عدد من المحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية. نتابع الآن جانبا من المسيرات على الهواء مباشرة. أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية أحداث الاتحادية إلى جلسة الغد لمناقشة شهود الإثبات. وخلال جلسة اليوم استعرضت المحكمة لقطات مصورة، كما استعرضت تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن تفريغ لقطات مصورة للأحداث، وهو ما رفضه دفاع المتهمين وطالبوا بلجنة محايدة للبت في القضية. أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيضا إلى 28 من إبريل الجاري النظر في دعوى حظر أنشطة حركة 6 أبريل، وتطالب الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين بإلزام الرئيس ورئيس الحكومة المؤقتين ووزيري الداخلية والدفاع والنائب العام بحظر أنشطة الحركة لاتهامها بالتخابر والقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية حسب ما جاء في الدعوى. واصل الصحفيون الميدانيون اعتصامهم داخل مقر نقابة الصحفيين، وذلك احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الآونة الأخيرة، وتنديدا بمقتل ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور. وشدد المعتصمون على ضرورة حماية الصحفي وفتح باب التحقيق في مقتل 12 صحفيا وصحفية منذ ثورة 25 يناير.
بدأ فرز الأصوات بعد انقضاء اليوم الثاني من انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب ومجلس الإدارة، ويتنافس على مقاعد النقابة 2568 مرشحا، 25 منهم على منصب النقيب العام. ويقاطع مهندس الإخوان انتخابات النقابة ترشحا وتصويتا بعد حل المجلس المنتخب وتعيين وزير الري في حكومة الببلاوي لجنة لتسيير أعمال النقابة. يطرح البنك المركزي المصري غدا نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، وبهذا يتجاوز حجم القروض التي حصلت عليها حكومات ما بعد انقلاب 3 يوليو عبر البنوك المحلية وحدها 650 مليار جنيه. ومن المتوقع بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين أن يتجاوز العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري 240 مليار جنيه. بهذا الخبر الاقتصادي نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية حتى الساعة. نذهب للزميل زين العابدين ليبدأ لكم ما لديه في مصر الليلة. إليك زين. شكرا لك سيد. توقف أيضا سريعا مع الزميل عمر فياض ليعرف مشاهدونا كيفية المشاركة في مصر الليلة والقضايا المطروحة للنقاش. تفضل عمر. شكرا زين. الموضوع المطروح في القسم الأول من حلقة الليلة هو عن قتل ما يقرب من 20 مواطنا مصريا في جنوب مصر. ما رأيكم في ازدياد حالة العنف بين المواطنين، وأين هو دور الدولة من هذه الحالة؟ شاركونا من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. أرسلوا التعليقات أو التدوينات أو الأسئلة من خلال هذا الهاشتاج، وسنقوم بمتابعة الهاشتاج واستخلاص كل الأراء، أو من خلال الدخول على كلا صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وسنقوم بمتابعة أيضا كل الآراء مع الزميل زين وضيوف الكرام. إليك زين. شكرا لك عمر. مشاجرة بين طلبة في الثانوية بسبب معاكسة لإحدى الفتيات تفجر خلافات عائلية بين قبيلتي بني هلال والدابودية بأسوان، وتؤدي إلى مذبحة راح ضحيتها حوالي 23 مصريا، بالإضافة إلى عشرات المصابين من الجانبين على مدار 3 أيام من الاشتباكات القبلية التي تشتهر بها منطقة الصعيد. رغم تأكيد وزارة الداخلية منذ الأربعاء الماضي أن الأزمة وراءها خلافات بين طلبة من العائلتين وأنها فرضت سيطرتها على الأوضاع، إلا أن المتحدث العسكري خرج اليوم بتصريحات تتهم الإخوان بإشعال الفتنة بين القبيلتين، وهو ما نفاه متحدثون من القبيلتين. فما حقيقة هذه الأزمة وتداعياتها؟ ولماذا تفاقمت على مدار 3 أيام برغم السيطرة المزعومة من جانب الداخلية؟ ومتى تتوقف الدولة عن تعليق كل مشاكل الوطن على شماعة الإخوان الآن، كما كانت تستخدم شماعة الإرهاب في الماضي القريب وشماعة أعداء الثورة في الماضي البعيد؟ ربما لا يتوقع أحد أن تشهد هذه المنطقة الهادئة في أسوان مجزرة بالأسلحة النارية في ظل غياب قوات الأمن المنشغلة بملاحقة المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري. عشرات القتلى والجرحى سقطوا في المجزرة التي دارت بين قبيلتي الهلالية والدابودية النوبية في أسوان بسبب خلافات بين مجموعة من شباب القبيلتين، بحسب شهادات بعض أهالي المنطقة والمصابين. خلافات تطورت إلى حد استعمال الأسلحة النارية. أنا ماشي في أمان الله، في طلقة جات في جنبي. وفي محاولة لاحتواء الموقف المتدهور انتشرت قوات من الجيش مدعومة بالمدرعات في عدد من أحياء أسوان للحيلولة دون تواصل الاشتباكات، بعد أن طلب محافظ أسوان من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الدفع بتشكيلات القوات المسلحة إلى منطقة الاشتباكات بالسيل الريفي، كما قرر المحافظ إغلاق 15 مدرسة في محيط الأحداث. وخوفا من اتساع نطاق الأزمة، انتقل رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم محلب ووزيرا الداخلية والتنمية المحلية إلى أسوان، والتقى محلب قيادات أمنية وعسكرية ووفودا من القبيلتين بشكل منفصل. وفي استباق لنتائج التحقيقات، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيه أن هناك مؤشرات على تورط من وصفها بالعناصر الإخوانية في إشعال الفتنة بين القبيلتين، وهو ما أثار تعليقات ساخرة من نشطاء الفيسبوك. من جانبه نفى مصدر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية بأسوان هذه الاتهامات، واتهم بدوره قوات الداخلية بالتقصير في منع المجزرة.
ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أيضا الدكتور حمزة زوبع القيادي في حزب الحرية والعدالة، أهلا وسهلا بيك دكتور حمزة. أستاذ سليم عزوز، وأنت ممن لهم اطلاع قوي بما يحدث في الصعيد ولسيما في قنا وأسوان، هل هنالك أي أبعاد سياسية لما حدث في أسوان؟ ولابد أن تكون هناك أبعاد سياسية لما جرى، لابد أن تكون هناك جهات مشت بين القبيلتين بالفتنة من أجل أن يتطور هذا الحادث. نعم هناك يعني حادث بسيط للغاية، لكن هذا الحادث تطور إلى أن يكون عدد الضحايا بهذا الشكل وعدد المصابين بهذا الشكل الكبير. يعني شهود عيان قالوا أن الشرطة لم تتدخل إلا بعد خراب مالطا، لو أنها تدخلت منذ اللحظة الأولى لتوقف نزيف الدم بالشكل الذي شاهدنا. أنا شايف أنه لابد أن تكون هناك من مشى بين هؤلاء هاتين العائلتين بالفتنة، عائلتين ربما بينهم حالة من الجوار التاريخي قديمة للغاية، لم يحدث أن جرت بينهم هذه المشكلات بهذا النحو. ثم تبدأ المشكلة من أمر بسيط للغاية وتستمر المجادر لساعات، تستمر الأحداث لساعات ولا تتدخل الشرطة، وعندما ينفضح أمر المحافظة في ذلك إذا المحافظ يطلب من وزير الدفاع مساندتهم بتشكيلات عسكرية. لو أن الشرطة قامت بدورها أعتقد أن الأحداث لم تكن قد تطورت إلى هذا الشكل. بحسب الصحفي محمود رمضان المملوك على صفحته على فيسبوك أنه تم الاتصال من الأهالي بأحد المبلغين، اتصل بالشرطة بالنجدة وروى لهم تفاصيل المذبحة، فرد عليه متلقي البلاغ فيهم إخوان، قالوا فيهم إخوان، وعندما أجابه بالنفي أغلق الهاتف في وجهه. كيف تصف هذا يعني هل الشرطة تأخرت ولا الشرطة تركتهم كعادتها في الخناقات الثائرية بين العائلات، تترك حتى ينتهي الأمر وتدخل بعد ذلك، ولا حينما تتحدث عن أطراف، من هي الأطراف التي يمكن أن تكون قد أشعلت هذه الفتنة؟ الأطراف التي أشعلت هذه الفتنة أعتقد أنها تدخلات من قبل الجهات الأمنية على وجه التحديد. هذا التقصير الذي جرى من قبل الجهات الأمنية أنا رأيي أنه تم مع سبق الإصرار والترصد. يعني فكرة أن القوات الأمن لا تتدخل في الحالات السائرية إلا بعد وقوع الجريمة وما إلى ذلك، نعم هذا يحدث لكن لا يحدث بهذا الشكل، لا سيما وأن العائلتين لم يكن في البداية بينهم حالات صقر. يعني لم يكن هناك عائلة أرادت أو قبيلة أرادت أن تأخذ بالصقر، فتركت الشرطة الأمر حتى ينتهوا من أخذ سأرهم ثم تلقي القبض على الطرفين، يعني كما يحدث غالبا. لكن الذي حدث أن قبيلتين لم يكن بينهم أي جرائم من جرائم الدم ثم ترك الأمر على هذا النحو. كان هناك طبعا في الشرطة المصرية الآن لا يوجد ما يشغلها واهتمامها كله منصب إلى البعد السياسي في الموضوع، يوجد إخوان لا يوجد إخوان في الموضوع، إذن لا مبرر لهذا التدخل، إذن اتركوا الأمر على هذا النحو. يعني يبدو أن هناك أطراف سياسية في الموضوع، أطراف الإنقلاب يعني تريد أن تشعل نار الفتنة في الصعيد، لأنه الفريق عبد الفتاح السيسي يعلم أن شعبيته في الصعيد على وجه التحديد ليست بالشكل الذي يتمناه أو بالشكل الذي يريده. هو يعلم منذ البداية كيف أن الصعيد كان سببا في نجاح الدكتور محمد مرسي في جولة العادة، هو حسب الموضوع. هو صحيح الفريق السيسي أو المشير السيسي كان هناك في أسوان قبل ساعات من هذه الاشتباكات، والتقى وفدا من أبناء قبائل النوبة بحسب البي بي سي العربية، لكن ما مصلحته في أن تتفجر الاشتباكات في أسوان؟ هو مصلحته أن يحدث فتنة ربما يلفت الانتباه بشكل عام، يحدث فتنة في الصعيد بشكل عام حتى يلفت الانتباه إلى مثل هذه المجادر التي تحدث في الصعيد. هذه نقطة. النقطة الأهم أنه يبدو أنه رجل يعني ليس لديه أي بعد سياسي في الموضوع. يعني البعد السياسي يقول أن لابد لمن يخوض الانتخابات الرئاسية أو حتى البرلمانية أو حتى المحليات ألا يفرق بين قبائل، ألا يذهب إلى قبيلة بعينها ويترك الأخرى. الأصل في الأشياء أن يذهب إلى كل القبائل. أنا لا أعرف ما هو الحس السياسي الذي تملكه عندما يذهب لقبائل النوبة ثم يترك القبائل المجاورة مثل يعني قبيلة الهوارة وما إلى ذلك في نفس المنطقة. يعني أنا لا أعرف
يعني كيف يتصرف هذا الرجل على وجه التحديد؟ سأعود إليك دكتور حمزة، لأنه في اتهامات للإخوان المسلمين بأنهم المسؤولون عما حدث، وأنهم يعني المتحدث العسكري قال إن عناصر إخوانية هي من أشعلت هذه الفتنة، وهنالك من يتهم جهات أخرى أمنية بإشعال هذه الفتنة. لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ عبد العال بهلول من قبيلة الهليلة بأسوان. الشيخ عبد العال أهلا وسهلا بك، ما قولك أو باعتبارك أحد كبار عائلة الهلية، ما هي شهادتك عما وقع؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللي حصل عامة كله احنا بنحمل مبدئيا الأمن يعني كل المسؤولية. اللي حصل في أسوان المجزرة اللي حصلت بين النائل وابناء النوبة أنا بحمل مسؤوليتها الأمن. يعني امبارح وفاقا للحق امبارح لحد الساعه 12 الامن كان واقف معانا وقت كويسه لحد ما سلمنا الرهائن اللي كانت محتجزه في المكان هو اللي كان عند الهلال واللي كان عند ابناء النوبه. تمام؟ لكن فوجئنا بعد الساعه 12 ان الامن فضى الطريق نهائيا لانشاء فتنه انا بقول فتنه عشان تحصل المجزره اللي حصلت حاليا. وانا هنا بتساءل لماذا الامن انسحب من بعد الساعة 12 وترك الحبل على الغارب لبعض البلطجية سواء كانوا من بني هلال أو من أبناء النوبة، تمام؟ ليحدثوا هذه الفتنة والقتلة. لماذا؟ سؤالي بسأل لماذا الأمن انسحب؟ لماذا الأمن انسحب بعد الساعة 12 من المنطقة؟ طيب أنت في رأيك أنه هذه الفتنة أوقعها الأمن بانسحابه عمداً وترك بلطجية حسب شهادتك من بني هلال ومن أبناء النوبة ليعيثوا في الأرض فسادا، ده كلام حضرتك؟ لا أنا أصدق أن أوضح معلومة هنا. اللي حصل من بني هلال امبارح بعد الساعة 12 بني هلال كانت منتجة ربما يحدث أي شيء، فكانت واخدة حذرها. لكن فوجئنا من الساعة 12 بواد من أبناء النوبة من جميع أبناء المحافظة سواء أخواننا النوبة تعجبية أخواننا النوبة بتاع جبل تبوك وأبناء النوبة بتوع السير وجينا في هجوم والأمن بيتفرج على المهزلة. طيب. الأمن بيتفرج على المهزلة ليه؟ ده سؤال مسائل. طيب يعني الأمن يعني وزارة الداخلية ما قالتش الإخوان، لكن المتحدث العسكري قال إنه في عناصر إخوانية هي التي فجرت هذه الفتنة، واستند متحدثون أمنيون انه الخط اللي كتبت به العبارات المسيئه للعائلتين هو خط واحد. انتوا في بني هلال قراءتكم ايه لهذه الاتهامات؟ والله هذه الاتهامات عاريه تماما من الصحه. اولا الكتب العبارات المسيئه دي انسان هنقول سواء كان من بني هلال او كان من ابناء دابوت هذا انسان تافه او تافه انسان سخيف اللي وصلنا لهذه المرحله. تمام؟ ولكن انا هنا ما بتهمش شخص بعينه، لكن انا بتهم الفرقاء الاثنين من بني هلال او من دابوت بكتابه الاسماء دي او العبارات المسيئه. طيب ولابد نجيبه ونحاسبوه. الامن النهارده اللي هو بيتكلم عن فتنه بيتكلم عن طرف ثالث. النهارده اللي هي ثلاث ايام المشكله من يوم الخميس، ايه عمل في الطرفين اللي كتبوا العبارات المسيئه؟ لما هو عنده خلفيه ان الاخوان هم اللي كتبوا او طرف ثالث زي يقولوا الاخوان، احنا مش بنتكلم عن الاخوان ولا قاعدين نتكلم عن الاخوان، لكن هو بيقول في طرف ثالث. ليه من يوم الخميس ما عملش احتجاجاته بصفته هو راي المسؤول الامن الوطني والمسؤول الامن في البلد؟ ليه ما جابش الاطراف دي او علو كتب الكلام ده او حقق في الواقع دي؟ طيب دلوقتي وزير رئيس الوزراء سيد الفاضل سيد الشيخ عبد العال، رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الداخليه محمد ابراهيم ووزير التنميه المحليه موجودين في اسوان، المفروض ان هو في لقاءات مع كل العائله على حده، هل تم الوصول الى صلح او الى هدنه او الى اي شيء؟ والله يا استاذي هو يعني عامه هو وزير رئيس الوزراء ووزير الداخليه هم اجتمعوا مع شخصيات من القبيلتين هم نفسهم عايزين يجتمعوا معاهم. انا ما عارفينش يجتمعوا اذا كان يعني ليهم مقاعد اخرى او هيظبطوا الكلام يطلعوا يقولوا للناس، بس احنا الكلام ده المفروض يكون معروض علينا احنا كقبيله بلد كل ده عشان نتشاور في القرار اللي هياخدوه. وهل القرار ده هيكون بمصلحه البلد مصلحه بلدنا مصر ولا قرار ده عشان خاطر نصبغ صبغه ثانيه؟ يعني ما فيش اي انباء عامه وصلوا الي؟ ارجو ان تبقى معي الشيخ عبد العال. هذه الانباء في غرف المغلقه
ما أصعنا حاجة. طيب أرجو أن تبقى معي. معنا أيضا عبر الهاتف من أسوان أحمد نوري شاهد عيان من النوبيين. أحمد أهلا وسهلا بك، برضو احكي لنا شهادتك عما وقع. هو يا فندم حضرتك أصلا يعني بالنسبة للعبارات اللي اتكتبت تمام؟ اتكتبت في ذات الإشكال في وقت أثناء الإشكال. تمام؟ ويعني الإشكال ما كانش محتاج العدد ده كله ولا الوضع اللي حصل، يعني الوضع اللي كان بيحصل التهجمات اللي حصلت التهجمات اللي حصلت في الناس، يعني ناس واحد رايح شغله عادي يجي يتضرب عشان هو مثلا مثلا نوبي أو بتاع، ده وضع غلط. طبعا ده وضع غلط، فده في حد ذاته يعني استفزاز شديد لأي شخص، مش لنوبي بقى، لأي شخص لأي ابن من أبناء مصر، مش هنقول محافظة أسوان، من أي محافظة من أي مكان، كان حاجة استفزازية. كل الناس كانت زعلانة على الكلام ده، كل الناس حزنت من الموضوع ده. فإن يكتب عبارات وتيجي أنت تضرب بالشكل ده وتنزل مجموعة من الشباب، أنت ما تلمش عيالك إزاي، شبابك إزاي تلمهم، ينزلوا عريانين وأي واحد يلاقوه يضربوه ويكسروه ويطلع على المستشفى، ده كان وضع غلط جدا. لما احنا نيجي نتخانق، انا اروح اتخانق معك اتشاكل معك اعمل مشكله معك تضرب عليها نار بالسلاح؟ لا لا، ده ما هي كده، ما معلش زادت ان يموت اربع انفار، يعني ده كان هو بص هذه الاشكال كله ده كان في حد ذاته بمثابه قنبله انفجرت. طب ليه انفجرت؟ يعني هل كان في مشاكل بين العيلتين من زمان يعني ولا ما كانش في اي مشاكل؟ اي مكان فيه مشاكل، اي اثنين في البيوت بينهم مشاكل، اي عيلتين اي قبيلتين اي بلدين اي محافظتين، كل ما النطاق بيوسع معانا المشاكل بتوسع معانا، دي حاجه طبيعيه ظاهره طبيعيه ظاهره صحيه في المجتمع. يعني مشاكل اقصد ان انت تيجي تضربني بالنار، ما تجيش تقول بقى الشرطه، لا ما الشرطه لازم هتفتح مجال، لان ده دم، ده خصاص، ده دم لازم هتفتح، لازم هتبعد الشرطه كانت دخلت على الضرب. طيب انتوا في رايكم الشرطه ما كانش متواضعه، الشرطه كانت واقفه بالعكس في صف اللي ضارب. طيب مين اثار هذه الفتنه بين العائلتين؟ اثارت الفتنه اصلا من العبارات اللي اتكتبت. العبارات اللي اتكتبت والتعديات اللي حصلت، يعني في تعديات حصلت. طب انت معلش النهارده طلبه في مدرسه لما اجي يعني يتخانقوا مع بعض، طب اخ يروح، اخ كبير مثلا في السن، واحد شاب راجل اب ابو طالب يروح يتخانق لكن يلم الناس الكبيره، يعني اقفلوا محلاتكم وسيبوا مشاغلكم وتعالوا عشان نتخانق مع الطلبه، فده كان وضع بصراحه يعني ما يعني حاجه معلش بيها ما يعني حط تحتها خط احمر على طول. طيب يعني انت يعني احنا كان معانا الشيخ عبد العال وما زال معانا الشيخ عبد العال بهلول من قبيله الهلايل، بيقول ان الداخليه متواطئه لانها فتحت الطريق ولم تمنع الاشتباك بين العائلتين، والداخليه او المتحدث العسكري بيقول ان الاخوان هم اللي اشعلوا هذه الفتنه. انتوا في قبائل النوبيين من اشعل الفتنه؟ هل هم الاخوان؟ هل هم الداخليه؟ ام ده شيء طبيعي بيحصل بين العائلات وبعضيها؟ لا هو عشان نقول الداخليه، عشان نكون صراحه مع بعض حضرتك، مش هنقول الداخليه. امال مين؟ الداخليه ما لهاش يد في اي حاجه. فإذا هنقول هنتهم حد، هيكون حد يعني معلش مش هنقدر نظهره بالصورة الواضحة، لأن في ناس طلعت كتبت ألفاظ وتعديات ملهاش لازمة. تمام؟ في ناس طلعت بصورة زيادة عن اللزوم، محدش حجمها، محدش رجعها، محدش ده غلط، لا ده عيب، طلعوا كتبوا عبارات غلط وطلعوا تصرفوا تصرف غلط وطلعوا ضربوا بشكل غلط. ولما يعني لما تيجي يرد عليك عشان انت غلطت فيا اجي ارد عليك تروح تضربني في النار، لا انت كده معلش انت كده عديت كل الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء. يعني انت كده شكلك بتتهم بني هلال بان هم السبب في المشكله من البدايه، لكن هل هنالك اي ايادي اخرى غير العيلتين لها يد في هذه المشكله؟ انا برضه مش هنتهم، يعني هم الناس برضه احنا عايشين معاهم في المعظه، ناس لازم يكون في تعالج، لازم يكون في وضع معين في كل حاجه، لازم يكون في تقارير معينه تصدر، يعني احنا نكون مفروض يعني ان احنا متعايشين مع بعض، يعني ما فيش حد يتعدى على حد، يعني احنا ما نتعداش على حد. طيب يعني هل الامور هديت دلوقتي؟ احمد نوري مش من الناس مش من هواة رفع السلاح اساسا،
بس طبعا معروف عن اهل النوبه ان هم مسالمين، وعن اهل اسوان عموما انهم مسالمون، لكن هل الامور هديت دلوقتي؟ هل الموضوع انتهى ولا لسه في قلق وفي مشاكل؟ احنا بالنسبه لاهل الناس اللي توفوا، شهدائنا اللي ماتوا، يعني ناس طالعه اللي طالع يتمشى، واحده طالعه تندق عيالها عشان يخشوا تتضرب بالنار، واحد صغير 15 سنه، الوضع اللي تم ده يعني عشان يبرد، ده ما معروف اصلا، يعني العين بالعين والسن بالسن. طيب. والجروح وصار ده ما كانش في اي مجال احنا حتى الان ما يعني يعتبر ما دفناش، ما شيعناش الجنازات بتاعتنا، ونفس القصه طبعا بالنسبه. طيب ارجو ان تبقى معنا احمد نوري شاهد عيان من النوبيين. ننوه الى هذه الصور التي تظهر على الشاشه الان، وهي صور الاشتباكات يبدو انها تقع الان بين في شارع الجيش بالسويس. واضح انه في اعتداءات من قبل قوات الامن على مسيره مناهضه للانقلاب العسكري كما علمنا ممن اخبرنا من هناك. اعود الى ضيفي في الاستوديو الدكتور حمزه زوبع القيادي بحزب الحريه والعداله. تعليقك ايه على هذه المجزره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسال الله الرحمه للقتلى والشفاء العاجل للمصابين، وندعو الحكماء في اسوان كلهم ان يلملموا هذه الجراح والاشلاء ويعودوا الى صوت العقل. فهذه فتنه كبيره الحقيقه، فتنه كبيره جدا. يقينا ما فيش مكان وصلوا السيسي، ما فيش سيسي ما حطش ايده في حته زي ما قالت البي بي سي كان في اسوان الا والدنيا اشتعلت. وتفسيري انا الشخصي لهذه المساله انه ان 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 يد المخابرات في هذا الموضوع، لانه معروف سلفا كما قال الاخ سليم ان الصعيد كان مع مرسي ومع الشرعيه، وانه معلومات الخاصه الدقيقه ان احدى القبيلتين ولن افصح عنهما عن اسمها رفضت زياره السيسي واعتبرت من استقبله خائن، وبالتالي المسألة متعلقة بموقف سياسي حولته المخابرات إلى دم حتى لا يصبح هناك صوت للمعارضة. والدليل حضرتك ذكرته من شوية شهادة الأستاذ المملوك لما كتب أنه الراجل بتاع الشرطة لما اتصلوا بيه في خناقة في قتلة قال له في إخوان، قال له مش عندنا، احنا تخصص إخوان يجي إخوان نضرب، زي ما الصورة بتاعت السويس دلوقتي، الصورة بتاعت السويس بتقول الكلام ده، الشرطه تخصص المعارضه، الشرطه تخصص المظاهرات. طب ليه بيتهمكم المتحدث العسكري بانكم ان هنالك اياد اخوانيه هي التي اشعلت هذه الفتنه؟ طبعا هو حد ياخد على كلام المتحدث العسكري؟ ما قال حاجات كتير جدا، ده راجل غير مسؤول، مفيش حد يقول كده. هو علي جمعه ديك اليوم قال لك تفجيرات جامعه القاهره قبل ما تخلص ان الاخوان هم السبب ومرسي هو السبب وهو في سجنه. انت بتتكلم في اللامعقول، هم دول ناس مسؤولين؟ لو كانوا مسؤولين كان حال البلد يبقى كده؟ كانت التفجيرات اللي اتقتل فيها العميد المرجاوي ومراته ترفض جثته، ترفض وتقول انا ما شفتش الراجل وما غسلناهوش وما شفناهوش، وبعدين يزور محلب مديريه امن الجيزه اول امبارح بالليل ويزورها امبارح الصبح علشان يحتوي غضب العاملين فيها لما علموا ان زميلهم قتل على يد الشرطه. يعني القنبله اللي قتلت العميد المرجاوي ما تقتلش اللي هو اللي كان في الصوره، ولا يصاب بخدش حتى، دي قنبله ايه دي؟ ده حتى بقت عامله زي الارهاب العبيط كده، يعني قنبله قد كده وتعمل تفجيرات. اقول لك وبصراحه مصر تعيش أسوأ ايامها، هي دي الايام بتاعت السيسي اللي وعدنا بيها، وهي دي مصر والاستقرار، الاستقرار اللي هو قتل ودماء وقمع والى اخره، لانه هو لا يريد ان يكون هناك جزء في مصر. ثم يذكرك بما قاله السيد الكبير محمد حسن الهيكل انه السيسي مرشح الضروره. عمرك شفت فين مصطلح مرشح الضروره ده في العلوم السياسيه؟ قول لي كده في تاريخ العالم في حاجة اسمها رئيس ضرورة؟ هاته وحطه، انما مرشح ضرورة؟ طب محمد ليه ما بقاش مرشح ضرورة؟ ما اي واحد يبقى مرشح ضرورة، لكن عاوز يقول لك هيجي بالعافية، هيجي بس خلاص يا هيكل، قول ان هو رئيس الضرورة وخلصنا. كل ما يحدث الان تلعب به يد المخابرات لتثبيت ايه مصلحة المخابرات في ان تشعل الفتنة في مثل في مثل هذا المكان؟ بسيطة جدا، تحصل الولعة، مناطق سياحية المفروض ما يبقاش فيها أي فتن. ممتاز جدا. تحصل الفتنة، يطلع مين؟ المتحدث العسكري من ناحية، ومتحدث وزير الداخلية من ناحية، يلبس الإخوان، تيجي البرامج الفضائية بالليل، إخوان 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 إخوان، أدي الشغلانة، فيظل الشعب خايف من الإخوان. دي منطقة سياحية.
يا عم هو في سياحه في مصر؟ ليس من مصلحه اي سلطه هو ان تشعل فيها فتن يا استاذنا. هو في هو الجيزه هي منطقه سياحيه كبيره جدا وعظيمه جدا. ما فيش سياحه في مصر. مزعزوع قال لك ما فيش سياحه ولا ليله. فيش الا السيسي. انت بتتكلم كان مصر دي بلد والناس قاعده فعلا وفي حياه وفي تقدم وفي رخاء. هو احنا مع الدماء دي؟ احنا ضد هذه الدماء. احنا ضحايا الدماء. هو يريد ان يشيلها حتى يتحول مرشح الضروره الى رئيس الضروره. هذه القصه باختصار. استاذ سليم عزوز، ايه الخلفيات التاريخيه بين، لانه برضو تم تصوير المساله وكانه صراع عرقي بين عرب ونوبيين وليس بين قبيله وقبيله. ربما لا تكون محافظه اسوان بالذات على وجه التحديد في الصعيد كله، اسوان ليست لها علاقه بمثل هذه الامور. يعني الامور التي يحدث فيها نزاع تاريخي ما بين العائلات بعضها والبعض، هذا ليس يعني اسوان بعيده عن ده. عرفت ايضا ان القبائل العربيه في اسوان وقفت مع اهل النوبه وليس مع بني هلال. ربما، لكن المساله الاهم هنا ان المساله النوبيه على وجه التحديد، يعني لا يوجد اساسا في النوبه سواء اذا كانوا في اسوان او في قنا او في اي مكان، لا يوجد في طبيعه النوبه انهم يستخدمون او يستعملون السلاح او يحملون السلاح في معاركهم. النقطه المهمه جدا قصه انه حد راح كتب على الجدران، هم بيقول لك حدين وحد بيقول لك حد واحد، يعني لم يحدث على الاطلاق في خلافات الصعيد وخلافات القبائل انه حد راح طلع كتب. يعني هذا يمكن ان يمثل عمله من اعمال العيال الصغيره يعني. ولا اظن ان احدا في الصعيد او في اسوان يمكن ان يحب ان ينسب اليه انه يتصرف تصرفات صغيره فيكتب كلام على الجدران. من الذي يعني اخترع حدوته الكتابه على الجدران هذه في خلافات عائليه او خلافات بين القبائل؟ النقطه المهمه انه قصه ان يقال ان امراه قد قتلت في هذه المعارك. المراه حتى في قضايا الثأر والاخذ بالثأر المراه ليست رقما هنا يمكن ان يجري التعامل معها فتقتل او يقبل احد ان يقتل المراه في هذه، حتى لو انها قتلت احدا لا يمكن لاحد ان ياخذ الثأر بقتل المراه. احنا امام يعني ازمه حقيقيه، يعني مشكله حقيقيه تبدو يعني تحتاج الى عمليه بحث ودراسه على اسبابها وعلى دوافعها وعلى مين اللي وراها، لانه لا يمكن ابدا في سياقها الطبيعي ان تكون هناك مشكله بين عائلتين تنتهي بهذا الشكل وبهذه الاعداد من القتلى وبهذا التوتر الشديد جدا بين الهلاليه وبين النوبه. يعني انا شايف انه اللي حصل ده شيء غريب جدا وشيء جديد جدا وشيء يعني ما محافظة أسوان لم تشهده من قبل في تاريخها. أنا بس عاوز أقول حاجة على الكتاب على الحيطان. أذكر في حملة الرئيس مرسي لما رحنا زرنا الصعيد وأسقنا وأسوان ومررنا في الشوارع، قامت المخابرات المصرية. المخابرات المصرية قامت برش الحوائط اللي يقول لك طرف ثالث طرف رابع، الصعيد ما بيعرفش الكتابة. قامت برش الحوائط يسقط حكم المرشد. بينما احنا ماشيين في العربية شايفين الحيطان كلها يسقط حكم المرشد، إيه اللي يسقط؟ ما كانش لسه مرسي جه. فهم اللي عملوا كده وبخط واحد وبايد واحده حتى يشعلوها نار ثم يلبسوها للاخوان. طيب نشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه رايهم فيما حدث في اسوان مع الزميل عمر فؤاد. اتفضل عمر. كل الاراء التي طرحت في النقاش انتقلت ايضا الى مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدا براي سفيان الذي قال هو سؤال فين الشرطه والجيش او ولا ان كل قوتهم في فض مظاهرات الطلبه فقط. اما عن تعليق لمحمد عمر يقول هم لو كانوا شايلين علامه رابعه كانت القوات الخاصة تدخلت. أما عن تعليق لمحمود سعيد يقول الجهات الأمنية بتأمن جامعة القاهرة من الداخل علشان الانفجار حصل من الخارج. محمود سعيد يلقي بهذا التعليق على تغيب قوات الجيش والشرطة دائما عن مكان الحادث وتواجدها فقط في أماكن أخرى. أما عن تعليق لأفضل الأخلاق هذا الحساب يقول الإخوان هم سبب المشاكل، هكذا يرى صاحب هذا الحساب. أما عن آخر تعليق لابن سينا يقول طول ما الدم المصري رخيص يسقط أي رئيس. نذهب إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر. على تويتر نجد تعليق لسعد وهبة يقول الجهات الأمنية بعد ما فشلوا في إشعال الفتنة الطائفية اتجهوا نحو الحرب الأهلية، وطبعا مش هيلاقوا أفضل من الصعيد فيها قبائل وتار وسلاح. نقطة مهمة. أما عن تعليق لمصطفى يقول واحد زميلي أسوانجي بيقول لي السبب كتابة شتيمة على الجدران والأطفال ماسكة سلاح، هذه النقطة مهمة وهو تواجد السلاح بكثافة في تلك المناطق. أما عن تعليق لإبراهيم حسين يقول النوبيين كانوا عاملين اجتماع مع السيسي من يومين، هم كانوا بيتفقوا على المجزرة ولا إيه؟ هذا أيضا
تعليق ملفت. كانت هذه مجمل التعليقات. زين اشكرك شكرا جزيلا عمر فياض، عود الى ضيفي في الاستوديو. تسليم لو سمحت لي في نقطه، احنا بس عشان خاطر انا شايف انه ممكن يبقى فيه يبدو الحديث فيه قدر من التحامل على الاخوه النوبيين. في واقع الامر انه مساله النوبه على وجه التحديد ان الذين ذهبوا الى السيسي والذين التقاهم بالسيسي ليسوا هم جموع النوبه، هم بتوع الحزب الوطني، هم بتوع الحزب الوطني الذين يعني كانوا من ممثلي النوبه في الحزب الوطني. هؤلاء يعني اللي كانوا حتى في القضيه النوبيه نفسها بيعينها، يعني كان دائما النشطاء يقولون على سبيل المثال ان اعضاء المجالس المحليه في اسوان لا يعبرون عن القضيه النوبيه، واعضاء المجالس المحليه من النوبيين يتحدثون على انهم لا توجد هناك مشكله بينهم وبين النظام مبارك. يعني انا عايز اقول لك ان هذا لا يخص الجسد النوبي العام، دي مشكلة ناس جم قبل السيسي. هؤلاء الناس كانوا قبل كده مع حسني مبارك، كانوا قبل كده مع الحزب الوطني، كانوا قبل كده مع المجلس العسكري، فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يكونوا يمثلوا الجسد النوبي العام. عشان بس تبقى المسألة يعني واضحة، فلا يصبح المسألة مسألة النوبة فيجري الحديث عن هذه القبيلة العريقة بشكل عام. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من أسوان عبد الرحمن محمد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية. أستاذ عبد الرحمن، ما هي رواياتكم لما حدث في أسوان؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك وبرفاك يا كريم. يا أهلا وسهلا. اللي حصل فندم هو مشكلة أبسط مما يكون، مراشقات بالألفاظ بين الشباب، تطور الأمر إلى شجار. للأسف الشديد الأمن يعني لا يحاول إلا التصدي للمظاهرات السلمية، أما ما يدور ويخص أمن الشارع هو غائب تماما عن مسرح العمليات والاحداث في اسوان. طيب. تطور الامر وحدث في اول يوم قتل ثلاث ابرياء، نسال الله تبارك وتعالى ان يتغمدهم برحمته، والامن لم يتدخل، الدماء التي اسيلت امام عينيه لم يحاول حتى حقن الدماء بين ابناء البلده الواحده، فترك الحبل على الغارب وترك المسرح وتصدى لمسيره بالعشرات او بالمئات في نفس التوقيت. السنين في نفس التوقيت الأمن بكامل طاقته وبكامل قوته يذهب اللواء بمسيرة سلمية ويترك مسرح الأحداث التي فيه ضربات وطلقات بالنار. حتى استمعنا في منتصف ليل أمس أن هناك ما يقرب من 15 نفس جديدة قد أزهقت، والأمن لا يبالي. والمفاجأة سمعنا التهمة تلصق لجماعة الإخوان المسلمين. طيب وأنتم ما تعليقكم، هل لديكم بيان حول هذا الموضوع؟ سمعنا أنه تحالف دعم الشرعية في أسوان أصدر بيانا بشأن هذه الأحداث. لو حضرتك اديتني دقيقة واحدة أقرأ بليك بعض المقتطفات. تفضل. في بداية البيان ينهي التحالف الوطني لدعم الشرعية بأسوان دماء أبنائنا وإخواننا التي أسيلت أمس واليوم من أبناء قبيلتي دابود وبني هلال بأسوان، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم تفيح جناته. ويؤكد التحالف أن ما يدور في أسوان نذير شؤم الانقلاب على مصر، فلقد أضحت الدماء رخيصة بعدما أشعل الانقلاب حروب الإبادة حتى صارت يد الدولة هزيلة في الأطراف، وبدأت تفقد سلطتها بعدما تركت كل أنواع الأمن وتبرعت فقط لأمنها الشخصي، وتركت المواطنين يريدون أو يدبرون أمورهم بمعرفتهم، وهذا بداية سقوط الدولة وتفككها. وإذ يحمل التحالف المسؤولية كاملة لداخلية الانقلاب العسكري لتقاعسه المتعمد الذي يصل إلى درجة التواطؤ، وذلك بانسحابهم من مسرح الأحداث. ده يعني أما بالنسبة للكلام الحزين اللي خاص به النهارده المتحدث باسم المجلس العسكري، إحنا مش هنرد، إحنا اللي هيرد صفحة مدير أو وزارة الداخلية اللي هي جابت الأحداث من بدايتها قبل ما المتحدث العسكري يتكلم ويمسك التهم بالاخوان المسلمين والثوار. صفحه وزاره الداخليه الرئيسيه تقول ان هناك مشاجرات حدثت بين شباب القبيلتين، وعلى اثرها حدث ما لا يحمد عقباه. نسال الله تبارك وتعالى ان يتغمد الذين ارتقوا الى الله تبارك وتعالى في مستقر رحمته، ولكن العار كل العار ان يخرج اصحاب عمم يقفون على المنبر ويتهمون في قنوات الإعلام الفاسد جماعة الإخوان المسلمين بأنها هي التي تدبر وتكيد لأبناء الشعب المسلم. طيب هل تحالف دعم الشرعية أو للإخوان أي دور في إنهاء هذه الأزمة؟ يا فندم حضرتك منذ أمس ونحن على اتصال بالشباب الطاهر في قبيلتي الدامودية
وابناء بني كلاب، وشباب القبيلتين يعرف ذلك جيدا، لان كان هناك بعض الرهائن بين القبيلتين بفضل الله تبارك وحده، ثم بفضل المحوطين، ثم بفضل التحالف لزعم الشرعيه باسوان، استطعنا النهارده حوالي الساعه 2 او الساعه 3 ان الناس الاسرى يروحوا البيوت حقن بدماء جديده، وكل شباب بني هلال وكل شباب الاطهار من الداوديه يعرفون ذلك جيدا، لاننا لم نتركهم لحظه واحده منذ ما جرى ومنذ ما حدث منذ امس، ولاننا يدنا طاهره بيضاء ناصعه. اذا كنا استاذين، اذا كنا نحرم ونجرد قتل افراد الشرطه الذين يقتلوننا في الشوارع وفي الطرقات كل يوم، فكيف نستحل دماء ابنائنا واخواننا وهم اطهر من انجبت مصر هؤلاء الابرياء الاقوياء الذين ارتقوا الى المولى عز وجل. رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير التنميه المحليه ما زالوا موجودين في اسوان، هل نما الى علمكم اي صلح عقد بين ابناء القبيلتين؟ اخي الكريم، ما نما الى علمنا انهم جاءوا لالصاق التهمه بجماعه الاخوان المسلمين والتحالف الشرعي لدعم الشرعيه وبالثوار، هذا ما جاء وهذا ما نما الى علمنا، ان مدير امن اسوان وكان معه فرد من افراد المخابرات، وظهر الوجه القنيء للحزب الوطني مره اخرى يدبر بليل ويبيع دماء الاطهار الابرياء التي اسيلت منذ امس واول امس، ويمسك التهمه من مره ثانيه لجماعه الاخوان، وجماعه الاخوان من ذلك براء من هذه الدماء. اشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن محمد، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعيه في اسوان، واعود الى ضيفي في الاستوديو الاستاذ سليم عزوز والدكتور حمزه زوبع. لعلك كنت تريد ان تعقب الدكتور حمزه. دعني احيي عبد الرحمن محمد الحقيقه والبيان اللي طلعوه والجهود العظيمه اللي عملوها واللي اقر بانهم بذلوا جهود للافراج عن الناس، هم دول التحالف، هم دول الاخوان. لما وقعت الفتنه في الزاويه الحمراء مين اللي كان بيحلها غير الاخوان؟ والاستاذ المرشد التلمساني عليه رحمه الله. نحن نقتل ونبلع دماءنا ونسكت، هل نشعل البلاد؟ انا بقول لو تسمح لي عبر الجزيره ان اوجه رساله الى القبيلتين هناك. يا اخواتي، يا احباتي، يا اهلنا، هذا ليس وقت صراع ولا دماء. اقبلوا ايديكم، اوقفوا هذه المجازر. مصر ليست في حاجه الى هذه المجازر. وانا اعرف ان عليكم ضغوطا الان تمارس لكي تخرجوا ببيان او بكلام يدين الاخوان، فاتقوا الله. الإخوان إخوانكم والتحالف وأنصار الشرعية لا يستخدمون هذه الممارسات للحصول على مكاسب، بل نحن نطفئ هذه النيران التي يشعلها السيسي. ما أريد أن أؤكده هنا هو الأخ محمد عبد الرحمن محمد لما تحدث عن صفحة وزارة الداخلية، هنا يبين لك الارتباك والسرعة في صفحة وزارة الداخلية. قالت بالفعل أنه ما جابش كلمة إخوان خالص، لكن هي صفحة المتحدث العسكري. دي تاني مرة المتحدث العسكري. مش عايزين تبقى القضية كلها الإخوان عملوا ولا ما عملوش. لا لا، ما انت لكن احنا عندنا مشكله. احنا عندنا استاذ سليم، بس انت رجعت الاول اخذين قبل ما نمشي النقطه دي. عندنا انت مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره. فانت ليه ما لصقتهاش بينا؟ يبقى ليه متحدث؟ طيب. الوضع العسكري استاذ سليم عزوز، استاذ سليم عزوز، يعني برضه في تمثيل بالجثث، يعني فيه عنصر من عناصر اللي هي العنف الشديد التي تبدو غريبه على المجتمع، ولا احنا ما كناش عارفين المجتمع ولا ايه؟ لا، احنا عارفين المجتمع جيد جدا. المجتمع الصعيدي بشكل عام اذا صح التعبير، يعني لا يعرف فكره التمثيل بالجثث بهذا الشكل، لا سيما وانه لا يوجد صقر بين العائلتين، لا توجد جرائم سابقه كان طرف احد الاطراف يريد ان ياخذ بالصقر فيها، يعني ثم انه محافظه اسوان على وجه التحديد هي بعيده، محافظه دائما اهلها، كل اهلها الذين يعيشون على تراب، يعني مشهود لهم بالطيبه ومشهود لهم بالسماحه عندما يحدث هذا في اسوان ويحدث هذا في الصعيد. اعتقد انه لابد ان يعني يجعلنا يعني نوقن بان هناك اطراف اخرى في هذه اللعبه. عندما يتحدث الان المتحدث العسكري على ايادي اخوانيه في الموضوع، وتصدر وزاره الداخليه بيان لا تذكر في ايادي اخوانيه، وتحدث الاخوان عن ايادي للمخابرات، يعني لابد، يعني كل طرف يتهم الاخر، لكنك الطرف المسؤول، يعني الطرف المسؤول المتحدث العسكري عندما يتحدث هو الطرف المسؤول. لكن هل هو غريب في اطراف اخوانيه؟ يعني هو مش كان في بعد الثوره على طول كان في خناقه برضه في السوهاج وسقط فيها مثل هذا العدد من القتلى؟ ليس بهذا، يعني الا يمكن للامر ان يتطور
من تلقاء نفسه دون أي أياد ودون أي أطراف، ألم يتطور من قبل مرارا وتكرارا؟ تكرر من قبل، لكن هذه الحادثة على وجه التحديد وفي أسوار على وجه التحديد وطرف فيها النوبة على وجه التحديد لابد، وبعد لقاء السيسي على وجه التحديد لابد، وهذا التسارع في إعلان أن أيادي إخوانية وراء الموضوع لابد أن تجعلنا أن نقول أن هذا ليس حادث طبيعي. الحادث القديم لم يجري أحد استغلاله سياسيا، لكن الآن يجري استغلال هذا الحادث السياسي وبشكل سياسي. لابد أن نسأل المتحدث العسكري عن الأيادي الإخوانية التي تحدث عنها، يعني من المسؤول على أن يقول من الجاني ومن المحرض ومن الذي قتل ومن الذي فعل إذا لم يكن هي الجهات الرسمية؟ لكن هذه الجهات الرسمية طيب. تبدو يعني في وضع العاجز، وهي تلقي باللائمة على الإخوان دون أن تقول من الذي فعلها ومن هم على وجه التحديد الذين حركوا المشهد بهذا الشكل. معنا عبر الهاتف أيضا من فين حمدي سليمان رئيس النادي النوبي بالنمسا. أستاذ حمدي أهلا وسهلا بك، وأنت ناشط نوبي. هل هنالك أبعاد تاريخية؟ هل ما حدث مع أهل النوبة أيام بناء السد يمكن أن يكون ظهر اليوم بهذه الصورة؟ مساء الخير. مساء الخير. أعتقد أن تواجد النوبيين في أراضيهم قبل 64 لم يتيح فرصة لأي قبائل أخرى في التشاحن مع النوبيين. النوبيين كانوا يسكنوا في مجتمعات شبه مغلقة على النوبيين، فما كانش في فرصة لمثل هذه المشكلات التي ظهرت أخيرا بشكل كبير جدا بسبب يعني التباين الثقافي اللي موجود في أسوان، خاصة إن أسوان يعني بتجمع كم كبير جدا من النوبيين وغير النوبيين. في طبعا كمان تباين اجتماعي، يعني حتى أنا لاحظته في هذه المشكلة الأخيرة، في تباين اجتماعي، في تباين ثقافي، في تباين تاريخي، في عدة يعني تباين. ماذا تقصد بتباين اجتماعي؟ يعني تباين ثقافي نفهمه لأنه للنوبيين ثقافة وللعرب ثقافة ولأهل البندر ثقافة وأهل الريف ثقافة، لكن ما المقصود بالتباين الاجتماعي؟ المقصود به هي الأعمال التي يتحدثون عنها في أسوان التي يقومون بها الهلايل. يعني أنا لا أريد أن أعيب في أحد، ولكن كل ما أريد أن أشير إليه أن في تقريبا سمعة غير طيبة عن المستوى الاجتماعي، فتقريبا دوت يعني بيعمل حساسيات عندما يلتقي نوبي يعني يستند إلى تاريخ، يستند إلى مستوى اجتماعي عالي، فهنا بيحصل عملية الحقد، الحسد وما إلى ذلك. يعني ويعرف عن بني هلال أنهم يعني ينتسبون إلى بني هلال، قبيلة بني هلال القديمة التي ينتمي إليها أبو زيد الهلالي، يعني حسب ما فهمنا. فما هو البعد الاجتماعي في هذا؟ يعني خلينا بس نتكلم عن يعني الانتساب النوبيين لا ينتسبوا إلى شخص، ولكن إلى حضارة، ثقافة، تاريخ عظيم. نحن لا ننتسب إلى شخص واحد حتى يعني نبني يعني العزة من خلال هذا الشخص، ولكن إلى يعني قرون طويلة من الأمجاد. فتلاقي النوبي عنده احتفال كبير جدا في أسوان أو في أي مكان يروحه، فعندما يعني تحدث أي مناوشة ما بينه وبين الآخر، قد يشعر الآخر يعني قليل من النقص أو كثير. قد يتحدث النوبي من خلال يعني الخلفيات الثقافيه بتاعته. وهل يعيش اهل النوبه في اسوان عقده اضطهاد ايضا، ولا دي مش موجوده؟ يعني اللي انا عايز اقوله في الثقافه الموجوده عامه في مصر وليس في اسوان فقط لا غير، ثقافه بعدم فهم الاخر، عدم احترام وجود تنوع لوني، عرقي، ثقافي. أكيد في طبعا مشاكل بتحصل ما بين يعني
القوميه الماضيه، انا مش عايز اقول عليها قبيله، انا ما سمعتش اللقاء من البدايه، ولكن لو كانت قبيله فانا ارفضها. ما بين القوميه انا ما قلت ما حدش قال قبيله النوبه يعني، لكن ما قيل هو عن اهل الدابودين اللي هم يعتبروا قبيله. لا 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 لا, لا خلينا نتكلم، الدابوديين يعني جزء من قوميتنا النوبيه، يعني هم يعني جزء عزيز ينتمي الينا، فانا مش عايز اقول. لكن لو هذا لو هذا البعد يا استاذ حمدي تسمح لي، بس لو هذا البعد موجود اللي هو البعد القومي والبعد العرقي موجود، كانت المعركه بين كل قبائل النوبه وكل قبائل العرب، وده لم يحدث. ما حدث هو بين بني هلال وبين الدابوديين فقط، القبائل العربيه الاخرى لم تشترك والقبائل النوبيه الاخرى لم تشترك، ولا انا غلطان؟ اريد يعني اسمح لي اعيد بالذاكره، تقريبا منذ 4 سنوات تقريبا كان في محافظ اسبق اسمه مصطفى السيد، هذا الرجل هو من وضع بذرة الفتنة الطائفية في أسوان. هذا الرجل كان في تقريبا يعني اعتصام، شباب النوبة عملوا اعتصام قدام المحافظة، فهذا الرجل هو أول من خلق أو من دعا إلى إيجاد ائتلاف اسمه القبائل العربية، وحرض هذه القبائل على النوبيين. أي قبيلة التي حرضها على النوبيين؟ يعني هم عملوا اتحاد قبائل، كل القبائل يعني هو اختار منهم، بس الحمد لله الناس كانوا يعني كانوا اعلى، يعني الناس كانوا اعلى منهم، يعني ساكنين مع بعض بقالهم فتره طويله، الناس كانوا اعلى من هذا الرجل. طب وفي هذه الازمه وفي هذه الازمه يا استاذ حمدي، هل من تلوم في هذه الازمه؟ لا خليني بس اقول يعني ارجع عشان خاطر ادي برضه ناس اسوان حقهم، يعني يعني هو الراجل كان اختار الكبار من القبائل اللي هم بيقدر هو طبعا يسيطر عليهم وبيقدر يمشيهم، ولكن الجمع الكبير من القبائل رفضت صد هذا الاعتصام ورفضت يعني ان يعني تسالت دماء. بالنسبه للاحداث الاخيره يعني انا سمعت في كذا مكان وسمعت وقريت ان هناك من يريد تسييس هذه المشكله. من يريد تسييسها؟ هناك من اصدر بيانات، هناك من خرج حتى من النوبيين للاسف الشديد، هناك من خرج ليلصق التهمه باحد الفصائل السياسيه، وانا يعني الومه على هذا، لان هذه المشكله بعيده كل البعد عن عمل سياسي. شكرا جزيلا لك حمدي سليمان رئيس النادي النوبي بالنمسا. نشوف ايضا مشاهدينا ايه رايهم على مسار النقاش في الفتره الماضيه حول هذه القضيه، قضيه اسوان والمعارك التي وقعت هناك. نتوجه الى الزميل عمر. حاولت استخلص بعض التعليقات سريعا من على تويتر. رأفت سعيد يقول الداخليه بتتشطر بس على المظاهرات، ولكن في المشاكل تروح فقط تلم الضحايا. اما عن تعليق للربعاوي زايد يقول هو ده اللي حذر منه مرسي. أما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت سارة عايزين الحرب الأهلية تقوم من الجنوب، فكر شيطاني ولكن فاشل. أما عن خديجة مجدي تقول عايزين يبعدوا الأنظار عن الزخم الثوري فيبدأوا في اختلاق وافتعال الأزمات. أما عن تعليق أخير على فيسبوك من حساب لا للظلم يقول 24 روح تم إزهاقها دون تدخل من الأمن لإيقاف هذا الخراب وهذه الخسارة، وتقول لا أحمل الأمن كل المسؤولية عن هذه الدماء والأرواح. كانت هذه مجمل التعليقات. شكرا جزيلا عمر فياض. أتوجه إلى سليم عزوز الكاتب الصحفي مرة أخرى. يعني في بداية الحديث سيد مثلا أحمد نوري والشيخ عبد العال بهلول من قبيلة الهلالية وأحمد نوري من النوبيين، أحمد نوري قال بشكل واضح أنه ما كان للشرطة أن تتدخل بعدما قتل من النوبيين، لأن أول من قتلوا من النوبيين. فلم يكن بوسع الشرطة حسب العادة أنه لما يكون ناس عندهم ثأر بيسيبوهم. فأين التقصير الأمني؟ لا تقصير الأمني منذ البداية، يعني عندما الأصل في الأشياء، عندما تحدث مشكلة بهذا الشكل الأصل في الأشياء أن الأمن يأتي لكي يحسم المسائل، لكي يقف بينهم، لكي يلقي القبض على
من يجدهم. بس عادة الأمن بيأتي بعد ما بتخلص، يعني بعد ما كل واحد يخلص على ياخد طاره. لا يعني هو في الغالب يعني بياخد طاره الأول، يعني ما بيجيش في الغالب ليس بهذا الشكل. فكرة أخذ الطار لا تتم في الأغلب الأعم في ذات اللحظة، يعني في ذات اللحظة الفكرة اللي هي خرج لكي يأخذ ثأره بعد ذلك، بعدها بسنة، بعد اثنين، بعد عشرة. لكن لو كان الأمن ظل على موقعه ورفض أن يأتي النوبيون ليأخذوا بثأرهم، سيبدو أمام النوبيون أنه منحاز إلى الهلايل ولا إيه؟ لا، ليس بهذا الشكل، ولا يمكن أبدا لأحد أن يحسب على وجه التحديد في مثل هذه النزاعات القبائلية أو العشائرية أو بين الأطراف المختلفة. لا يمكن أحد يتعامل مع تدخل قوات الأمن وتدخل الحكومة على وجه التحديد على أنه يمثل أي انحياز من هذه لتلك. بس في نقطة مهمة جدا لو سمحت لي، أنا قلق جدا من الكلام اللي قاله الأستاذ حمدي سليمان، قلق حتى من التوصيف بتاعه اللي هو رئيس الاتحاد العام للنادي النوبي النادي النوبي في النمسا. يعني في هذه يعني الفكره في حد ذاتها لابد ان يعني تقلق المرء. انا ما عنديش مشكله على الاطلاق مع الاخوه في النوبيون. انا لي مقالات دفاعا عن حق النوبه في العوده الى اراضيهم، مقالات اذكر منها مقال على سبيل احد هذه المقالات النوبيون قبل ان ينطق الحجر يعني. لكن الحديث الان على ان هناك عرق افضل من عرق، وان هناك فكره افضل من فكره، وان هناك حاله من يعني من الغيره الطبقيه، انا شايف انه هذا كلام ليس صحيح جمله ولا موضوعا. اما مصطفى السيد فهو اللواء اركان حرب مصطفى السيد الذي كان ينتقم منهم يعني انحيازا للسلطه وليس لاحد. اشكرك شكرا جزيلا، للاسف انتهى الوقت. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي، واشكر ضيفي ايضا الدكتور حمزه زوبع، واشكر كل من ساهم معنا في هذه الفقره. وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. الجزيرة مباشر مصر تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة في أحداث ثورة يناير. هل كان لحماس أي دور إبان ثورة يناير؟ وهل كان مبارك يريد استدعاء الجيش؟ نعرض اليوم لشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحاز. هاشتاج المسيء للسيسي، فتاوى دينية تحرم وتراه يستوجب العقوبة الشرعية، وأخرى تؤكد أنه ضرورة في المعارضة السياسية ولا علاقة له بالحلال والحرام. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج سياسة في دين على الجزيرة مباشر مصر السبت في 11:10 مساء بتوقيت القاهرة. أقرب إليك حين تتوه الحقيقة بين صفحات الجرائد وتستعجل قراءتها قبل صدورها. نكشف لك ما بين سطور في سكرتير التحرير. بعيداً عن السياسة وقريباً من هموم الفلاح وأوجاعه، نفتح ملفات الصحة والتهميش والفقر، ونستشرف مستقبل الأرض الطيبة. صوت الفلاح، صوت كل المزارعين. أرسل لنا ما سجلته بعدساتك على agm4video@gmail.com في فقرة شارك. انضم لأكثر من 2,000,000 متابع لصفحتنا facebook.com/agmmisr. تابعنا مع أكثر من 350,000 متابع على twitter.com/agmmisr. شاهد صفحتنا على اليوتيوب لكل ما يتعلق بالمشهد المصري مع 13,000,000 مشاهد.
youtube.com/AJM Misr. انقل لنا رأيك بالصوت والصورة عبر سكايب على الحساب التالي مباشر.الجزيرة. ولأهم وآخر أخبار مصر ومتابعة البث الحي زوروا موقعنا مباشر-مصر.الجزيرة.net. انتشار الجيش في أسوان بعد مجزرة بين الهلايل والدابودية النوبية راح ضحيتها نحو 23 شخصا. الأهالي يتهمون الأمن بالتقصير، والمتحدث العسكري يستبق التحقيقات ويؤكد تورط ما وصفها بالعناصر الإخوانية في إشعال الفتنة. الجزيرة مباشر مصر تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة في أحداث يناير. هل كان لحماس أي دور إبان الثورة؟ وهل كان مبارك يريد استدعاء الجيش؟ نعرض اليوم لشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل. محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار اعتبار جماعة الإخوان محظورة وتحدد مصير حركة 6 أبريل في 28 من الشهر الجاري. فما هي قصة هذه المحكمة التي تأمر فتطاع وتنهى فيستجاب لها؟ أهلا بكم، نستكمل معكم فقرات برنامجنا مصر الليلة، وأرحب بزميلي في التقديم الزميل عمر فياض في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمر. أهلا زين. والزميل سيد توكل يقل لنا موجز الأخبار. أهلا سيد. زين، أهلا بك. مشاهدينا أهلا بكم، عرض لآخر الأخبار. انطلقت عدد من التظاهرات الليلية في القاهرة والمحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية. نتابع الآن جانبا من هذه المظاهرات على الهواء مباشرة. عقد إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والتنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب والوفد المرافق لهم لقاء موسعا مع قيادات قبلية في أسوان، وذلك بديوان عام المحافظة. وعقد اللقاء لمناقشة الاضطرابات القبلية التي شهدتها منطقة السيل الريفي شرق المدينة بين قبيلتي بني هلال والدبودية، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا. من جانبه صرح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي بأن هناك مؤشرات على تورط من وصفهم بالعناصر الإخوانية في إشعال الفتنة، وهو ما نفاه متحدثان باسم القبيلتين في اتصال مع الجزيرة مباشر مصر. يأتي هذا فيما انتشرت قوات من الجيش مدعومة بالمدرعات في عدد من أحياء أسوان في محاولة للسيطرة على الأوضاع بعد الاشتباكات القبلية التي شهدتها المحافظة. من ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية أحداث الاتحادية إلى جلسة الغد لمناقشة شهود الإثبات. وخلال جلسة اليوم استعرضت المحكمة لقطات مصورة، كما استعرضت تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن تفريغ لقطات مصورة للأحداث، وهو ما رفضه دفاع المتهمين وطالبوا بلجنة محايدة للبت في القضية. أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيضا إلى 28 من إبريل الجاري النظر في دعوى حظر أنشطة حركة 6 إبريل، وتطالب الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين بإلزام الرئيس ورئيس الحكومة المؤقتين ووزيري الداخلية والدفاع والنائب العام بحظر أنشطة الحركة لاتهامها بالتخابر والقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية حسب ما جاء في الدعوى. استنكرت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية التي تضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، استنكرت ما وصفته بالتعامل المهين الذي تعرض له وفد لجنة الإضراب بوزارة المالية أثناء لقائه الوزير بشأن إقرار الكادر الطبي، وطلبت اللجنة باعتذار رسمي من الوزارة. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي بدار الحكمة أن تطبيق الكادر الذي يضمن حق الأطباء والعاملين بالصحة في أجر عادل ليس مستحيلاً.
قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق المؤقت إن الوزارة تدرس رفع تسعيرة المياه على الشرائح المتوسطة والمرتفعة، بحيث تدفع سعر تكلفة المتر الحقيقية وهي 140 قرشا، وذلك لسد العجز. أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن يكتمل تنفيذ 15 مشروعا للمياه والصرف بتكلفة 2,700,000,000 جنيه. نهاية الموجز، عودة للزميل زين العابدين للبدء في ما استكمله في مصر الليلة. إليك زين. شكرا لك سيد، ونتوقف أيضا مع الزميل عمر فياض لنعرض لأهم الموضوعات المطروحة للنقاش في هذه الساعة من مصر الليلة وكيفية التواصل مع البرنامج. تفضل عمر. شكرا زين. الموضوعان المتبقيان في القسم الثاني من حلقة الليلة، أولهما هو انفراد الجزيرة مباشر مصر بنشر نصوص تحقيقات نيابة الثورة التي شكلها مرسي في أحداث 25 يناير، والتي تتضمن شهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. الموضوع الثاني سيكون عن محكمة الأمور المستعجلة والأحكام المسيسة أو ذات البعد السياسي التي تم إصدارها. أرسلوا لنا أراءكم حول هذين الموضوعين من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. أكتب التدوين أو السؤال أو الرأي وأضيف هذا الهاشتاج في النهاية، وسنقوم باستخلاص الآراء من خلاله أو من خلال الدخول على صفحتي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وسنقوم أيضا بمتابعة كل الآراء مع الزميل زين وضيوف الكرام. إليك زين مرة أخرى. شكرا عمر. 3 سنوات وقتلة الثوار من رموز مبارك لم تصدر أحكام قضائية ضدهم. 3 سنوات مرت وحقوق أكثر من 800 شهيد والألاف من المصابين ما زالت غائبة، وبالرغم من أن جميع القتلة تم رصدهم إلا أن القضاء برأهم جميعا. تاهت الحقوق في غياهب القوانين ودهاليز القضاء وأساطير الإعلام، فالأدلة طمست والقوانين لويت أعناقها ليا رغم أنها تنتمي لترزية مبارك. وكان طبيعيا في إعلام نشأ وترعرع على عين مبارك أن يغرق المصريين في عدد من الأساطير. في حلقة اليوم من حق الشهداء ننفرد بنشر تفاصيل مثيرة من تحقيقات نيابة الثورة التي أنشأها مرسي، ونجيب اليوم على عدد من التساؤلات. هل نزل الجيش في 28 يناير لحماية الثورة أم للانقلاب؟ هل لعبت حماس أي دور في أحداث ثورة يناير؟ ما هو توصيف قيادات الداخلية للمظاهرات وسلميتها؟ نبدأ بهذا التقرير. بالقرب من ميدان التحرير كان الهدف واضحا، وزارة الداخلية كانت مقصد الثوار ونجحوا في الاقتراب منها بعد جمعة الغضب في 28 يناير. وزارة الداخلية رمز الظلم والقهر والتعذيب في نظر الثوار. عندها دارت معركة دامية بين الثوار وقوات الأمن التي احتمت في حصنها الأخير وراحت تطلق النار بعشوائية لافتة. الرصاص الحي إذن تحت عنوان كل الوسائل المتاحة في مواجهة المتظاهرين. كانت الأوامر العليا لا تعني غير ذلك، فسقوط الداخلية يعني نهاية النظام. ثوار بيضربونا الأرمنة الحي، بيضربونا الأرمنة الحي. هنا أعلى مبنى وزارة الداخلية تظهر عدسات الناشطين انتشار القناصة الذين مارسوا هوايتهم في اصطياد المتظاهرين. رصدت تلك العدسات توالي سقوط القتلى والجرحى. اللواء حسين سعيد محمد موسى أكد في شهادته أمام نيابة الثورة وجود تعليمات بحشد قوات أمنية لحماية وزارة الداخلية، كما قال إن التعليمات صدرت بإطلاق الرصاص الآلي والخرطوش. أما اللواء نبيل أحمد بسيني مدير الإدارة العامة لأمن مركزي القاهرة فيؤكد بالتحقيقات ملف رقم 8 أن أمر إطلاق النار لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا دون غيره، وإذا ما صدر فإنه تجب طاعته وتنفيذه أيا كان رأي المرؤوس. ويشير بسيوني إلى اجتماع حضره مساعد الوزير لاستعراض تقارير أمن الدولة وخطة مواجهة المتظاهرين، ويؤكد أن مدير أمن القاهرة أمر بتفريق المظاهرات دون إعطاء أي فرصة لاستكمال المسيرات. كما ينفي اللواء بسيوني أي محاولة لاقتحام وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المظاهرات كانت تبعد عنها بنحو 300 متر.
النيابة من جانبها كشفت النقابة عن أن أحدا من المنتمين لوزارة الداخلية لم يقتل أو يصاب خلال الفترة من 25 من يناير حتى 31 من الشهر ذاته، بما يؤكد سلمية الثورة. كانت على ما يبدو هي معركة الداخلية الأخيرة قبل أن ينتهي الأمر بتسليم مبنى الوزارة لقوات الجيش في صباح اليوم السادس للثورة 30 من يناير عام 2011، لتطوى صفحة أخرى من صفحات قتل المتظاهرين. ولمناقشة تقرير وتحقيقات نيابة الثورة التي أنشأها الرئيس محمد مرسي، أسعد بالاستوديو بالمستشار وليد شرابي المدير الإقليمي لمنظمة Human Rights Watch Monitor والمتحدث باسم هيئة قضاء من أجل مصر. أهلا وسهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك. مرة ثانية نفتح ملف تحقيقات نيابة الثورة التي أنشأت في عهد الرئيس مرسي، وطبعا نذكر المشاهدين أولا بهذه التحقيقات وعددها وأهميتها والخلاصات التي وصلت إليها النيابة. احنا بنتكلم على ملف كامل فيه أكثر من 52 ألف صفحة. صحيح، يعني هو بعد ما الرئيس محمد مرسي كان أخذ على نفسه عاتق أن دم الشهداء في رقبته، وبعد أن بدأت أحكام البراءة لكافة القتلى المتورطين في دماء الشهداء تتوالى من العديد من المحاكم في القضاء المصري، وفور تعيين الرئيس محمد مرسي كان من ضمن برنامجه الانتخابي أن دم الشهداء في رقبته، أنه لن يفرط في دم الشهداء، فقام بتشكيل نيابة الثورة في ظل إعلان دستوري خرجت ضده أغلب القوى السياسية وثارت بسبب هذا الإعلان الدستوري الذي لم يكن يسعى من خلاله أكثر من الحفاظ وبحق على دماء الشهداء التي سالت في ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر. وقد خرجت من هذه التحقيقات العديد من النتائج التي تضع اليد وبشكل واضح على كافة القتلة لثوار ثورة 25 من يناير. وهي تحقيقات حسب شهادتك في الأسبوع الماضي هي تحقيقات فريدة من نوعها، دقيقة إلى أبعد حد، 52 ألف صفحة تحقق فقط في خمسة أو ستة أيام. بالضبط، هي خدت الفترة من 25 يناير لغاية 31 يناير. الشهداء في هذه الفترة وصل عددهم إلى ما يقرب من 800 شهيد في شتى ربوع مصر، ووضعت اليد وبشكل واضح كما سنستعرض في هذه الحلقة وما يليها على المتهمين الحقيقيين في أحداث القتل. يعني كل قيادات الداخلية التي مساعدي حبيب العدل على سبيل المثال الستة خرجوا براءة من قتل المتظاهرين، كل الضباط خرجوا براءة من قتل المتظاهرين، ويبدو أن الخلاصة أنه لم تكن هنالك أوامر صدرت من أي جهات عليا بإطلاق النار على المتظاهرين. هل هنالك أي وثائق في هذه التحقيقات التي بين يدينا تؤكد أن قتل المتظاهرين جاء بأوامر سواء كانت من رئيس الجمهورية أو من وزير الداخلية أو من قيادات عليا؟ طبعا هو الأمر حوى الكثير من الشهادات الضباط بأنه صدرت الأوامر بإطلاق النار الحي، يعني كما جاء في أقوال اللواء أشرف عبد الله عبد ربه أن قوات الأمن المركزي في مدن قناة قد تم تسليحها بالأسلحة الآلية والخرطوش لمواجهة المظاهرات. مواجهة المظاهرات لا يمكن أن تتم بشكل طبيعي في ظل تسليح بالأسلحة الآلية، لكن خلينا أقول لحضرتك أن في هذه المرحلة كان أغلب حوادث القتل في محيط وزارة الداخلية ومحيط مبنى مباحث أمن الدولة. فتعنينا في هذا الصدد شهادة النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، قال وهذا هو منطوق كلامه أنه ورد إليه إخطار من العقيد أحمد قدوسي مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية، مفاده طلب العقيد محمد جلال من مباحث أمن الدولة في الوزارة أن يتم تسخير السلاح بصحبة القوات وإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين. هذه من ضمن الشهادات العديدة الموجودة في التحقيقات أنه صدرت أوامر بالفعل بإطلاق النار وبشكل مباشر على المتظاهرين الذين قد يكونوا اقتربوا من وزارة الداخلية، وحنكتشف بعد ذلك أنه لم يكن هناك أي محاولة للاقتراب أو اقتحام مبنى وزارة الداخلية في هذه الأثناء. هل كانت شهادة ضباط الداخلية أو المسؤولين أن المظاهرات سلمية؟ بالفعل طبعا أن هناك العديد من الشهادات، لكن
يعني خليني اقول لحضرتك ان الشهادات في هذه في سلميه المظاهرات هي شهادات تقدر بالعشرات من الاشخاص شهدوا بسلميه هذه المظاهرات، لكن ما يعنيني الاشاره اليه حتى لا تؤول الشهادات ان هذا يشهد لصالح فلان او ان هذا يشهد لصالح فلان، ما شهد به اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدوله. ننوه على الشاشه الان دي شهاده منصور عيسوي وزير الداخليه الاسبق اللي هو بيقول انه عايزينها تاني على الشاشه لو سمحت الشهاده ديت، ان هو بيقول انه اوامر اطلاق النار لا يمكن ان تصدر الا بامر من رئيس الجمهوريه. ده صحيح ان اوامر اطلاق لكن النار لكن لم يثبت هذا باي وثائق. ما انا حاجه بس حضرتك كان سؤالك في الاول عن اذا كانت المظاهرات هذه سلميه او غير سلميه، وكيف كانت الشرطه تواجه هذه المظاهرات في حاله عدم سلميتها، فقلت لحضرتك ان هو اللي بيعنينا وبشكل واضح جدا دي شهاده اللواء منصور العيسوي وزير الداخليه ان رجال الشرطه استخدموا الاسلحه الناريه لمواجهه المظاهرات السلميه، وانه ورد كتاب وزاره الداخليه لم يكن ان قرار ان وزير الداخليه لا يمكن ان يصدر قرار اطلاق النار في غير حاله الدفاع الشرعي الا بعد الرجوع لرئيس الجمهوريه مباشره، اي ان هذه الشهاده تحمل وبشكل مباشر كل من محمد حسني السيد مبارك المتهم الاول في هذه القضيه وحبيبي العدلي مسؤوليه اطلاق النار على المتظاهرين. طب ما ينفي فكره اذا كانت الشرطه فعلا كانت في هذه الاثناء في حاله دفاع شرعي عن النفس او عدمه حتى تقوم المسؤوليه الجنائيه على حسني مبارك او حبيبي العدلي؟ احيل حضرتك في هذا الامر الى ما شهد به اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدوله الاسبق، واللواء عاطف احمد ابو شادي مدير فرع جهاز مباحث امن الدوله بالقاهره، واللواء شريف جلال الدين فؤاد مدير الاداره المركزيه للتنظيمات السياسيه الداخليه بجهاز مباحث امن الدوله، واللواء طارق محمد ابراهيم عطيه مسؤول الاداره المركزيه للنشاط المحلي بجهاز مباحث امن الدوله. كل هؤلاء شهدوا بان هذه التظاهرات كانت سلميه، وانهم اوصوا جميعا بايجاد حلول سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، ورفعوا بذلك تقريرا سلموه الى المتهم حبيب العدلي، والذي انقطعت صلتهم بهذه الاحداث فور تسليمه هذا التقرير، اي ان المظاهرات كانت سلميه، الشرطه لم تكن في حاله دفاع شرعي عن النفس. دي شهادة حسن عبد الرحمن اللي هو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء عاطف أحمد أبو شادي مدير عام جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة، والعميد محمد عبد الباسط عبد الله مسؤول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء شريف جلال جلال الدين فؤاد مدير الإدارة اللواء شرطة مدير الإدارة المركزية للمنظمات السياسية. كل دول شهدوا بأن المظاهرات كانت سلمية ويجب التعاون مع المتظاهرين وتجنب التعاون مع المتظاهرين بعنف، وتم رفع هذه التوصيات الى المتهم حبيب العدلي وزير الداخليه. طيب بس احنا طبعا يهمنا طبعا ان احنا نشير للساده المشاهدين ان ما يظهر على الشاشه هي التحقيقات التي اجرتها نيابه الثوره، وجميع اوراق هذه التحقيقات مختومه بختم النيابه العامه بعد ان تم استيفاء جزء كبير جدا من هذه التحقيقات. طيب المظاهرات سلميه، مفيش اوامر بالقتل، منصور عيسوي بيقول انه لا يمكن ان تصدر اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الا بامر من رئيس الجمهوريه، امر من رئيس الجمهوريه حتى الان مفيش لم يظهر امام المحاكم التي برأت مبارك او اعادت محاكمته على مساعديه حبيب العدلي لعدم كفايه الادله، لعدم وجود وثيقه تقول ان مبارك اصدر امر مباشر وصريح، لكن في ناس ماتت بالرصاص الحي. صحيح. لماذا لا نعتبر هذا من باب الدفاع الشرعي من رجال الشرطه عن اقسامهم وعن انفسهم من قبل بعض المتظاهرين؟ طبعا هو طبعا يعني احنا لابد ان احنا نفرق بين حاجتين، حق ضابط الشرطه في الدفاع الشرعي عن نفسه وعن مؤسسته وعن سلاحه، وده امر لا يمكن اغفاله، والمطالبه بغير ذلك هو مطالبه بانهيار مؤسسات الدوله، فلابد ان احنا فعلا في مصر يكون عندنا شرطه قويه، شرطه قادره ابتداء تكون على الدفاع عن نفسها، لكن في نفس الوقت ان احنا لو اسرفنا في هذه الاعتبارات على مصلحة التظاهرات السلمية التي تنادي بإصلاحات سياسية هو تفريط في حقيقة الواقع في دم النشطاء والثوار
في الشوارع المصرية، لا سيما أن ما يحدث الآن ونراه على في حقيقة الواقع أنه دائما ما تخرج التظاهرات وبشكل سلمي في شتى ميادين وشوارع مصر، ودائما ما تواجه بالمجازر وإطلاق النار الحي على المتظاهرين. خلينا أقول لحضرتك يا أستاذ زين أن إحنا حاليا في مصر الآن بتمر بمرحلة مشابهة تماما. طب إحنا بس عايزين نشير إلى هذه الوثيقة الموجودة على الشاشة، وهي أيضا من تحقيقات نيابة الثورة، شهادة اللواء أحمد محمد أحمد البغدادي الذي يتحدث عن، ودي صفحة 554، الذي يتحدث عن تسليح الأمن المركزي وقوات الأمن بالبنادق الآلية والرشاشات القصيرة والبنادق الخرطوش وبذخائر الرش، وتم الاستعانة بها لمهاجمة الثوار والأوكار الإجرامية الخطيرة، ويحظر الاستعانة بها في مواجهة المتظاهرات أيا كان نوعها أو سببها. وأضاف أنه وفقا لتقرير الوزارة رقم 11743 لسنة 1997 بشأن تسليح هيئة الشرطة في بنادق القنص. يعني خليني أقول لحضرتك أنه في ذلك اليوم عندما ادعى البعض في التحقيقات السابقة التي أجراها عبد المجيد محمود أنه لم أن الشرطة لا تحوز أي بنادق قنص، خليني أقول لحضرتك أن في شهادة اللواء أحمد محمد البغدادي قرر أن الشرطة كان لديها في ذلك اليوم 369 بندقية قنص، وأن وهذه كانت تخص سرايا الدعم داخل الأمن المركزي، وأن إدارة الأمن بمكتب الوزير في محيط وزارة الداخلية كان لديها 64 بندقية بخلاف الموجود البنادق الموجودة بحوزة سرايا الدعم في الأمن المركزي. يعني إحنا كان عندنا ما يقرب من 450 بندقية قنص كانت منتشرة في محيط وزارة الداخلية وفي شتى الميادين المصرية. طبعا هذا الأمر وبنادق القنص لا تستخدم إلا للقتل، لا يمكن أن إحنا نؤول أن البنادق ليس استخدام بخلاف ذلك، هذه البنادق مخصصة لعمليات القنص وعمليات القتل. لكن لو كان في يعني توجه لقتل المتظاهرين ما كانش يبقى العدد 800، كان ممكن يبقى أكتر. إحنا شوفنا في يوم واحد في رابعة العدوية وصل العدد لآلاف، يعني بلا شك. يعني انا اقول لحضرتك ان هو الامر ما بيقص كده. يعني خليني اقول لحضرتك ان هو في حرب اسرائيل على قطاع غزه لم تصل في يوم من الايام ان كان الضحايا 800 في يوم واحد. رقم 800 ده رقم كبير جدا في ارتكاب مجزره سبعه ايام. طبعا يعني رقم فوق المعقول، ويعني يعنيني برضو ان انا اقول لحضرتك بما ان كان اغلب القتلى حوالين محيط وزاره الداخليه، أن شهادة اللواء أشرف عبد الله عبد ربه أن قوات الأمن اللواء أحمد قدوسي مشرف خدمات وزارة الداخلية قال أن العقيد محمد جلال من مباحث أمن الدولة في الوزارة طلب استخدام النار الحي في مواجهة المتظاهرين. بمناسبة أمن الدولة احنا عندنا كمان شهادة هي على الشاشة لشهادة الضابط أحمد عطلة، المقدم أحمد عطلة عبد الرازق عطلة نائب مأمور قسم الأزبكية، ودي شهادته أنه كان في أمن دولة عن اشتراك أمن الدولة. لعل لديك أيضا تفصيلات عن هذه الشهادة سيادة المستشار. بالتأكيد هو يعني أنا خليني أقول لحضرتك أن الأصل أن الجهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز معلوماتي غير مختص بمواجهة المظاهرات أو فض المظاهرات. طب ايه كان دوره بقى في احداث يناير؟ انا هنقل لحضرتك دلوقتي شهاده خاصه انا شفتها رؤى العين، يعني بصرف النظر حتى عن الاقوال اللي موجوده في هذه التحقيقات، انا كنت من ضمن المجموعه اللي دخلت ميدان التحرير من خلال ميدان طلعت حرب. انا رايت مجموعات من السيارات المدنيه يقودها اشخاص مدنيين كانت تقوم بدهس المتظاهرين عندما يكونوا فرادى في محيط ميدان طلعت حرب. انا شاهدت هذا الامر رؤى العين، وكانت ثوار بيحاولوا ان هم يوقفوا هذه العربيات، لكن للاسف تخلف من جراء هذه السيارات العديد من الاصابات. ظننا ان هم قد يكونوا امن دوله في الواقع او المباحث الجنائيه، لكن ما تشير اليه التحقيقات والظاهر الان وبشكل واضح جدا ان جهاز مباحث امن الدوله طبقا للشهاده اللي حضرتك لسه قارئها على الساده المشاهدين، أن جهاز مباحث أمن الدولة كان مشاركا بشكل فاعل في فض هذه التظاهرات، على عكس ما تقتضي
وظيفته العملية داخل جهاز الشرطة من أنه جهاز معلوماتي ليس أكثر. طيب نأتي لدور الجيش، يعني ليه الجيش ما نزلش في 25 يناير؟ ليه نزل 28 يناير؟ وهل هنالك في التحقيقات ما يتحدث عن دور الجيش في هذه الأحداث وموقف مبارك من الجيش وموقف حبيب العدل من الجيش؟ يعنيني جدا طبعا ان احنا نشير هنا لما قرره المتهم حبيب ابراهيم حبيب العدلي فيما يخص دور الجيش في هذه الاحداث. قال ان هو قبل الاحداث تم عقد اجتماع في رئاسة الوزراء، وان حبيب العدلي في هذا الاجتماع قد ابدى تخوفه من هذه المظاهرات وقرر ان الشرطة قد لا تكون قادرة على قمع هذه. يعني حبيب العدلي هو اللي طلب استدعاء الجيش بالفعل، وطلب في هذا الاجتماع استدعاء القوات المسلحة للمشاركة في فض هذه التظاهرات التي سوف تخرج خاصة يوم جمعة الغد 28 يناير. وطلب امتى بقى حبيب العدلي نزول الجيش؟ الاجتماع ده حضرتك كان يوم 23 يناير، يعني قبل حتى الاحداث كلها ما تبدا. لكن هو كان عنده تقديرات ان هذه التظاهرات سوف تكون كبيرة جدا وقد يصعب على جهاز الشرطة مواجهتها. لكن برفع نتائج هذا الاجتماع الى المتهم محمد حسني السيد مبارك نهر حبيب العدلي، انا اتمنى لو الاعداد يقدر يطلع لنا هذه الشهاده. نهر حسني مبارك حبيب العدلي ده في صفحه 593 بالفعل. وطلب من حبيب العدلي الا يفتح موضوع نزول الجيش مره اخرى الى الشارع، وطلب منه ان تتخذ الشرطه كافه الاجراءات التي تراها لقمع وايقاف هذه التظاهرات. خلينا اقول لحضرتك استاذ زين ان حسني مبارك في هذه الاثناء ينظر الى التظاهرات من محور بخلاف الذي يراه حبيب العدلي. لما نقول ان حبيب العدلي وهو كان يعتبر الرجل الاول بالنسبه لمبارك في هذه الاثناء يطلب نزول القوات المسلحه لحمايه الشرطة. اجهزه الدوله بما فيها الشرطه. اذا استدعاء القوات المسلحه لم يكن على الاطلاق لمصلحه الثوره، لان هذه هي وجهه نظر حبيب العدلي انه يطلب نزول القوات المسلحه ليس لحمايه الثوره ولكن لحمايه النظام. لكن حسني مبارك كان ينظر الى الامر بوجهه نظر مختلفه. حسني مبارك كان خايف على التوريث، كان خايف ان الجيش يقوم عليه بانقلاب عسكري يحرم جمال مبارك من الوصول الى السلطه مكان ابيه. فده سبب ان حسني مبارك كما جاء في اقوال حبيب العدلي نهره وطلب منه الا يتحدث مره اخرى في فكره نزول الجيش الى الشارع. مبارك كان يعي تماما ان الجيش سوف يقوم بانقلاب عليه لوصول اخر الى الحكم عسكري بخلاف جمال مبارك الذي كان يعد الى هذا المنصب. فكان حبيب العدلي يرى ان نزول الجيش هو حفاظ على النظام، لكن مبارك كان يرى فيه انه ايقاف لعمليه التوريث. يبقى احنا كده امام وجهتين نظر، مبارك يرى ان الجيش اذا نزل سينقلب لصالح الجيش يعني. صحيح. وحبيب العدلي مش مشكله بقى مبارك يروح مبارك يجي، بس المهم الجيش لما ينزل يحمي الشرطه زي ما بيحميها دلوقتي. يحمي النظام طبعا. وما فيش شرطه. والجيش قناعته وقناعه قادته انه ما ينفعش يبقى فيه رئيس مدني، وان هو لو نزل لازم ينزل علشان يضمن عدم سقوط النظام. بالظبط بالظبط. حبيب العدلي كان حريص على بقاء النظام، حريص على سلامة نفسه أولا. لكن حسني مبارك كان يعلم أن نزول الجيش هو انقلاب عسكري، وأنه سوف يكون الحائل دون وصول جمال مبارك إلى السلطة. احنا عايزين بس الوثيقة دي تطلع يا ريت اخواننا في الإعداد، اللي هي صفحة 593، اللي هي الصفحة اللي فيها حبيب العدلي بيحكي، وشهادة أحمد نظيف دي، أعتقد أن دي شهادة أحمد نظيف الذي كان يحكي فيها عن أنه مبارك نهر حبيب العدلي بشدة حينما طلب منه نزول الجيش يوم 23 يناير. هي أقوال حبيب العدلي. أقوال حبيب العدلي. صفحة 593. 593. أن هو حبيب العدلي طلب نزول الجيش يوم 23 يناير لمساعدة الشرطة في احتواء المظاهرات، ومبارك رفض رفضا شديدا ونهره وطلب منه ألا يطلب مثل هذا الطلب مرة أخرى. تفسير المستشار وليد شرابي أن مبارك كان يعلم أن الجيش إذا نزل إنما ينزل لينقلب ليس أكثر من ذلك. طبعا مبارك كان يعني طبعا أن هو حريص جدا على الحفاظ على النظام. ولو كان يعلم أن الجيش إذا نزل سوف يحفظ هذا النظام لكان أبقى، وكان هو الذي بادر بإعطاء القرار بنزول الجيش والقوات المسلحة. لكن هو يعلم أن نزول الجيش هو منع جمال مبارك من الوصول الى السلطه،
في مقابل أن يصل شخصية عسكرية أخرى لاحقا إلى السلطة، يعلم أنه انقلاب عسكري في حقيقة الواقع عليه كما أثبتت الأيام ذلك. وهو هذا يستدعي إلى الذاكرة ما صرح به عمر سليمان بأنه عدم الصبر على مبارك يعني انقلاب عسكري سيؤدي إلى سيناريو الانقلاب العسكري. صحيح. وما ذكره بعد ذلك سامي عنان رئيس الأركان السابق في مذكراته من أنه كان يفكر في الانقلاب العسكري وهو في الطائرة من واشنطن إلى القاهرة حينما وقعت الأحداث في 28 يناير. نشوف أيضا مشاهدينا إيه رأيهم في ما أذعناه حتى الآن من تحقيقات نيابة الثورة مع الزميل عمر فياض. سنتوجه لعمر بعد قليل، لكن سيادة المستشار طب ليه الجيش نزل بقى في 28 يناير؟ يعني مين بقى أمر، مين أصدر الأمر بنزول الجيش؟ مش هو مبارك برضه؟ بلا شك ان الجيش كان يرقب الامر من خلال وجهة نظر اغتنام الفرصة. مبارك بلا شك ان هو كان وصل لاقصى مراحل الضعف في هذه المرحلة بكسر الجناح الرئيسي له الذي كان يعتمد عليه في عملية التوريث وبشكل اساسي وهو جهاز الشرطة. بمجرد ان كسرت شرطة مبارك كان للجيش يتربص وله موقف اخر، لذلك الجيش ظهر في بداية الأمر وكأنه يحمي الثورة وكأنه يحمي الصبار، لكن هو يرى أن ذلك هو المسار الذي سوف يمنع جمال مبارك من الوصول إلى كرسي الرئاسة، وفي نفس الوقت تحافظ المؤسسة العسكرية على بقاء عسكري على سدة الحكم في مصر، وهذا هو ما أثبتته الأيام والذي تسير عليه الأحداث حتى الآن في مصر. لكن الجيش نزل بأوامر مبارك ولا نزل وحده 28 يناير؟ التحقيقات تشير أن الحركة كانت بناء على أوامر مبارك، لأن تطور الأحداث كان يشكل خطر مباشر على مبارك وعلى أسرة مبارك إن لم يكن القوات المسلحة قد تدخلت في هذه الأثناء، فضلا عن انهيار جهاز الشرطة لم يكن لمبارك حامي حقيقي إلا لشخصه إلا بنزول القوات المسلحة، وقد نزلت القوات المسلحة وحافظت على النظام كما هو إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. طيب نشوف أيضا مع زميل عمر فياض ماذا يقول المشاهدون عن هذه القضية وعن هذه التحقيقات التي أذعنا جزء منها. نعم. حتى الآن فضل عمر. جاءت كثير من الآراء منهم من حمل الإخوان أيضا المسؤولية حول ما جرى في التأخر في إظهار هذه التحقيقات، منهم أيضا من حمل أو برأ حماس من التورط في عمليات داخل مصر. هنيجي الحماس بعد شوية. نعم. بس خلينا نشوف. نعم المشاهدون ربطوا الموضوع بكل الأدلة التي ظهرت تتهم الداخلية مباشرة في القتل. بداية من تعليق لحمادة يقول بكرة يقول لك محمد مرسي سرب وثائق للجزيرة تهدد الأمن القومي تحدث عن قلب الحقائق في مصر. أما عن تعليق لإسماعيل يقول الثورة هي اللي بتتعاقب دلوقتي بسببكم يا إخوان وتحالفكم مع العسكر. أما عن تعليق لأبو هبة يقول ظهر كذب الانقلابيين بعدم وجود حماس في مصر، اللهو الخفي في مصر طلع مخابرات. أما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليق لتيتو يقول وجود حركة حماس في قلوب الأحرار. أما عن تعليق آخر لشمس يقول الناس اللي بتربط بين وجود حماس وبين الإخوان المسلمين في مصر أحب أقول لهم حماس موجودة قبل كل هؤلاء. كانت هذه مجمل التعليقات. كما رأيت المشاهدون ربطوا تبرئة حماس بالأدلة التي ظهرت في البداية. ننتظر أيضا منهم الآراء حول موضوع حماس تحديدا حينما تتطرق إليه. إليك مرة ثانية. وسنتطرق إليه حالا عمر. سيادة المستشار أيضا في هذا القسم الذي نعرض له من تحقيقات نيابة الثورة هنالك شهادات خاصة بحركة حماس وإن كانت موجودة وعلاقتها بالأحداث وتهريب المساجين وأحداث التحرير في 28 يناير. ماذا قيل عن حماس في هذا الجزء من التحقيقات؟ خليني أقول لحضرتك ابتداء أن النظام الموجود النظام الاستخباراتي ونظام أمن الدولة المنبثق عنه داخل مصر دائما ما يحاول تشويه حركة حماس ويحاول تشويه حزب الله وهم الأجنحة المسلحة الوحيدة حاليا التي ممكن أن تكون تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتدنس المقدسات، لكن هذه الأجهزة تعمل وبشكل واضح على أن تشوه حركة حماس وحزب الله
وبشكل متعمد وتحاول أن تلصق بهم الاتهامات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ما يدحض كل الادعاءات الخاصة بهروب المساجين كما حدث في القضية الخاصة بالرئيس محمد مرسي من أن حماس هي التي قامت باقتحام السجون وهي التي هربته وما إلى ذلك، وكل العمليات التي تحدث، كل هذا تم نفيه تماما من قبل أحمد نظيف في شهادته عن ثورة 25 يناير. اتقرر في التحقيقات أنه لم دي في صفحة 565 صفحة 565 شهادة أحمد نظيف قال أن هو لم تكن لديه أي معلومات بمشاركة عناصر أجنبية في الأحداث، وأضاف أن الحل الأزمة كان لابد أن يؤخذ عن طريق حل سياسي. طيب إحنا يعنينا أكثر من شهادة أحمد نظيف شهادة حسن عبد الرحمن. خلينا أذكر بس السادة المشاهدين مين هو حسن عبد الرحمن. حسن عبد الرحمن في هذه الأثناء أو في أثناء هذه التظاهرات كان هو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، هو رئيس أقوى جهاز استخباراتي يعمل مع حسني مبارك. قرر حسن عبد الرحمن في شهادته أنه لم يرصد وجود عناصر من حماس أو حزب الله في هذه الأحداث أو داخل ميدان التحرير. كل هل ألف في ميدان التحرير ولا ألف في كل مصر؟ قال الأحداث وقال ميدان التحرير، قال في الأحداث وفي ميدان التحرير. خليني بقى أقول لحضرتك أن ما شنه الإعلام من تضليل إعلامي في هذه الأثناء، هنعرض جزء من هذا التضليل الإعلامي. خلينا بس الأول نشوف شهارة أو حكم المستشار خالد المحجوب اللي هو بيؤكد في حكمه بقضية وادي النطرون أن عناصر حماس وحزب الله قاموا باقتحام السجون وتهريب المساجين. نشوف ماذا قال المستشار خالد المحجوب ثم نواصل النقاش. من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة المحكمة للمستندات وجد مخطط لهروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية، فقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتاب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية. مع ان القضيه ما كانتش بتتكلم على الموضوع ده بس مش مشكله، ده كلام المستشار خالد المحجوب. لكن الشهاده اللي حضرتك كنت بتشير اليها شهاده حسن عبد الرحمن، نعرض لهذه الشهاده ايضا على شاشه بعد قليل. الشاشه ستظهر الان. هذه شهاده حسن عبد الرحمن، قرر صفحه 568، قرر المتهم حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد اول وزير الجزء الخاص بشهادته عن حماس وحزب الله في صفحه 570. ما دي بقيه الشهاده، انه جهاز امن الدوله لم يرصد وجود عناصر من حماس او حزب الله داخل ميدان التحرير او دخولهم الى البلاد يوم 28 يناير 2011، كما قرر ان وزير الداخليه هو المسؤول عن اصدار اي قرار باطلاق النار او التعامل مع المتظاهرين. لكن هنا بيؤكد حسن عبد الرحمن ان حماس لم تدخل مصر في 28 يناير او حزب الله، وحماس او حزب الله ولا كان لهم وجود في ميدان التحرير. بالتأكيد أن شهادة حسن عبد الرحمن هذه تفضح الكثير من النوايا السيئة سواء داخل السلطة القضائية أو عديد من الأجهزة التي حاولت أن تشوه في حركة حماس أو في حزب الله ودورهم لتشويه الثورة المصرية داخل مصر. شهادة حسن عبد الرحمن وشهادة أحمد نظيف نقلت الحقيقة وهي ثورة مصرية بيضاء لم يكن فيها أي عناصر أجنبية، على عكس ما تم الترويج له، على عكس ما تم الترويج له من قبل إعلام عميل لأجهزة صهيونية أرادت أن تشوه هذه الثورة. لذلك كل ما يتم الآن من أحداث لتشويه الثورة أو تشويه أن حماس لها يد في ما يتم الآن داخل مصر في من ثورة في كل الميادين هو إعلام مضلل، إعلام يريد أن يشوه الثورة المصرية والثوار المصريين بكل الطرق، هو إعلام عميل من الدرجة الأولى. شهدنا في هذه الأثناء تامر الذي يتحدث من غمرة وفلان الذي يتحدث من كذا وفلان الذي يتحدث من كذا. لكن طب احنا ايش ضمننا أن حسن عبد الرحمن بيقول الحقيقة المرة دي؟ يعني ما هو ممكن هو يغير كلامه. أنا لا أستبعد بعد هذه الحلقة أن تخرج علينا وسائل إعلام مصرية تحدثنا أن حسن عبد الرحمن أصلا إخوان. لا أستبعد هذا على الإطلاق. هذا الإعلام الذي يستخف بعقلية المشاهد ممكن أن يفعل أي شيء، وممكن
وأليس ممكنا أن هو حسن عبد الرحمن يكون بيقول الكلام ده أيام تحقيقات نيابة الثورة حتى يلقي التهم على آخرين ويبرئ نفسه؟ يعني برضه بيشتري براءته ولا إيه؟ يعني هو من حق كل متهم أنه يدافع عن نفسه، لكن في هذه الحالة وفي الحالة الخاصة بالشهادة فيما يخص حماس وفيما يخص حزب الله هو لا يعني كثيرا أن يبرئ نفسه، هو الأمر لا يتعلق به من الأساس. فعندما ينقل الصورة هذه هي مستبعدة أن يورط نفسه إذا كانت حماس دخلت أراضي المصرية أو حزب الله. لكن خليني أقول لحضرتك أكثر من ذلك، إن أنا دي فقط الوثيقة اللي هي الجزء من الوثيقة اللي بيقول فيها حبيب العدلي أنه مبارك نهره حينما طلب منه نزول الجيش، ده الكلام الوثيقة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل قليل، أنه رئيس الجمهورية السابق نهره على طلبه على ما طلبه في هذا الشأن، وحذره من الحديث في أمر الاستعانة بالقوات المسلحة مستقبلا، وأضاف المتهم أنه أمر بالتسليح بالخرطوش وأن يكون الإطلاق قاصرا على استهداف الأرجل خلال التظاهر. ده كلام حبيب العدلي يقول أن أنا أصدرت الأوامر بإطلاق الرصاص بالخرطوش فقط على الأرجل خلال المظاهرات، وأنه لما طلب نزول الجيش مبارك رفض. صحيح. نعود إلى حماس. لكن حضرتك يعنينا بس الآن أن النظام الذي حاول أن يورط حماس وحاول أن يورط حزب الله لتشويه الثورة المصرية هو النظام القائم، هو النظام الحالي، هو النظام الذي يريد أن يشوه الثوار الآن في شتى ميادين مصر، هو النظام الذي لا يترك صغيرة أو كبيرة تمر من أحداث داخل مصر إلا ويحاول أن يلصقها بالخصوم السياسيين له، هو نظام عميل من الدرجة الأولى يحاول أن يشوه المصرية قدر الإمكان سواء في ثورة 25 يناير أو ما تمر به مصر الآن من ثورة حقيقية. أنا أشكرك شكرا جزيلا المستشار وليد شرابي متحدث باسم قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة Human Rights Monitor على أن تكون لنا عودة مرة أخرى إلى هذا الملف. لكن قبل أن نغادر هذا الملف برضو أدهشني ما قاله حبيب العدلي أن هو لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وده يعيدنا مرة أخرى إلى السؤال الأول، إذن من أطلق النار على المتظاهرين؟ لا يعني خلينا احنا يعني ممكن نرجع زي ما ذكرنا حضرتك منذ قليل إلى شهادة النقيب باسم محمد بغرفة عمليات رئاسة القوات المركزي بيقول إن هو ورد إليه اختار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية مفاده طلب العقيد محمد جلال من مباحث أمن الدولة في الوزارة أن يتم تسخير السلاح بصحبة القوات وإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين. هذه شهادة أحد الضباط وتوجد العشرات من الشهادات الأخرى سوف نكشف عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن ده كتير بقى متكرر في التحيات إنه ده بيشهد على ده وده بيشهد على ده وده بيشهد على ده. في أحداث كتيرة جدا هنكشف عنها إن شاء الله، وكيف تم تهريب الأسلحة في عربيات الإسعاف لصالح الشرطة بعد أن نفذت ذخيرتهم وتعاونت الكثير من الأجهزة ضد هذه الثورة البيضاء. أشكرك شكرا جزيلا المستشار وليد شرابي المتحدث باسم قضاء من أجل مصر. شكرا. والمدير الإقليمي لمنظمة Human Rights Monitor. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية وتحدد مصير حركة 6 أبريل في 28 من الشهر الجاري، فما هي قصة هذه المحكمة التي تأمر فتطاع وتنهى فيستجاب لها؟ يعني الصورة اتضحت تماما، صراع أصبح يستباح فيه شيء من الكذب. معنى ذلك أن هذا التفويض لا يقصد به القضاء على الإرهاب. يا لبيت هذا الشعب يدرك تماما أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة. كان في استياء شعبي شديد من سوء إدارة الحكم. هناك خداع بطريقة مخابراتية وبطريقة مباحثية محلية وإقليمية ودولية. هذا دور الجيش، لابد أن ينزل بسلاحه وبقوته ليمنع الكارثة. حذاري من أن الجيش يحكم مصر حكما مباشرا. حوار خاص في هذه الأوقات على الجزيرة مباشر مصر.
أهلا بكم من جديد. أتدرون ما هي المحكمة التي أعادت اسم مبارك إلى كل المباني الحكومية والمدارس والشوارع ومحطات المترو بعد أن رفع من عليها عقب ثورة يناير؟ إن محكمة عبدين للأمور المستعجلة هي أيضا المحكمة التي قضت بعودة الحرس الجامعي بالمخالفة لثلاثة أحكام قضائية من أعلى المحاكم الإدارية في مصر، وهي أيضا التي قضت بحظر أنشطة جماعة الإخوان وجمعية الإخوان وحركة حماس واعتبرتها منظمة إرهابية. فما قصة هذه المحكمة وما موقعها في منظومة القضاء المصري؟ وكيف احتلت فجأة صدارة المشهد القانوني والسياسي؟ ولماذا تصب أحكامها دوما في صالح السلطة منذ الانقلاب العسكري حتى تندر البعض ووصفها بالقضاء المستعجل على كل معارض للسلطة في مصر؟ هنا في منطقة عبدين تقع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي من أشهر المحاكم التي استحوذت على اهتمام كبير نظراً لسيل الأحكام القضائية التي أصدرتها في وقت قصير. اليوم أكملت المحكمة سلسلة أحكامها وقضت باستمرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وحددت جلسة 28 من إبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل. كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها، وفي يناير الماضي أصدرت حكماً بإلغاء حكم أول درجة صادر عن نفس المحكمة برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع. وفي ديسمبر الماضي أصدرت حكماً بمنع التظاهر داخل الحرم الجامعي دون إذن مسبق، وأصدرت نهاية فبراير الماضي حكمها بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، ثم قضت بحظر أنشطة حركة حماس في مصر، وأخيراً أصدرت حكماً بفرض الحراسة على نقابة المعلمين. تاريخ محكمة الأمور المستعجلة مع الأحكام المثيرة للجدل لم يبدأ عقب انقلاب 3 يوليو، وإنما يعود إلى ما قبل ثورة يناير، حيث قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2009، ودائماً ما كانت تلجأ إليها وزارة الداخلية للحصول على أحكام بوقف تنفيذ أحكام قضائية بعودة مرشحين مستبعدين أو إدراج آخرين في فترات الانتخابات البرلمانية في عصر مبارك. اتهامات عديدة وجهت للمحكمة بالتعدي على اختصاصات مجلس الدولة وتحولها إلى محكمة سياسية، رغم أنها مختصة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية فقط، كما انتقدت لقيامها بوقف تنفيذ أحكام يصدرها شيوخ القضاة، رغم أنها مكونة من قضاة شبان وفقا لما ذكره المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسباق. لكن هذه الانتقادات يبدو أنها لن تثني المحكمة عما تقوم به، فمن يستطيع إيقاف قطار القضاء المستعجل؟ وينضم إلينا في استوديو مصر الليلة لمناقشة هذه القضية دكتور خالد محمد، أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان السابق. دكتور خالد، إيه حكاية المحكمة دي بقى؟ يعني ده ليها تاريخ يعني من أيام مبارك وكلها أحكام سيئة السمعة، ليه؟ ليه؟ اشمعنى دي يعني؟ اشمعنى محكمة القضاء؟ لأنها بتتدخل فيما لا يعنيها. وبتتدخل فيما لا يعنيها. لقي ما لا يرضيه. هي ليس لها أي اختصاص بنظر هذه الدعوة التي تنظرها. طب ليه موجودة؟ يعني زائدة دودية؟ لا، ليست زائدة دودية. القضاء المستعجل قضاء هام وضروري، ولكن في منازعات محددة بعينها. يعني أنا عندي فرعين، أنا عشان بس المشاهدين يفهموا الموضوع بسهولة ويسر. ونقدر نوصل المعلومة صح. قبل الأربعينات كان القضاء بينظر في جميع القضايا، يعني مثلا إيه، أنت عندك مشكلة مع واحد على عقد فبتروحوا للمحكمة فيفصل ما بينكم، أو أنت اشتريت حاجة من مثلا الحكومة فبتروح للقضاء كان يفصل ما بينكم. بعد الأربعينات نشأ حاجة اسمها القضاء الإداري أو مجلس الدولة. القضاء الإداري ده يختص بإيه؟ بالمرفق العام، بمعنى ان القضاء بدل ما يتزحم في كل القضايا بتاعته باللي بيتخانق مع الحكومه او بيتخانق مع الناس العاديه، بقى في حاجه اسمها
قضاء إداري يختص بكل ما هو إداري في الدولة اللي هو بيسمى مرفق عام، وقضاء العادي القضاء المدني اللي هو اتنين اتخانقوا مع بعض على الإيجار، حد عنده مشكلة في البيت، ده اسمه القضاء المدني. فأنا فصلت الأمرين دول، وأصبح أي حاجة مع الحكومة بتخش على القضاء الإداري، والحاجات اللي هي الإيه القضاء العادي النزاعات العادية تخش على القضاء المدني. المحكمة محكمة القضاء المستعجل وفقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات هي جزء فرع من فروع القانون المدني. يعني بس ليه بقى اسمها قضاء مستعجل؟ هو المادة 45 من قانون المرافعات اشترطت شرطين عشان ألجأ للقضاء المستعجل. شرط الاستعجال وخشية فوات الحق. ومعظم الأمثلة اللي محكمة النقد مثلا ضربتها بإيه؟ لو واحد مستأجر عقار واخد بال حضرتك، وبعدين هو متفق مع المالك انه يوصل له الميه والاخر للشقه بتاعته، فجاه الميه مش ما بتوصلش، فهنا يرفع المستاجر دعوه على المالك انه هيركب الماتور هو بنفسه. وانا بدل حضرتك امثله على فكره واقعيه من المحاكم، هيركب الماتور ويدفع هو الفلوس عشان مستعجل، ويرجع على المالك بهذه الفلوس اللي ايه اللي دفعها، فيرفع دعوى انه بالسماح له بتركيب الموتور والرجوع على الملك بالايه بالاموال دي. اذا هي فرع للقضاء المستعجل الخاص بالقضاء المدني، وده الاختصاص الولائي، كل ما خرج عن القضاء المدني لا يختص به ابدا القضاء المستعجل. تمام. ماذا حدث بقى في الاونه الاخيره؟ بدات السلطات دائما ما تستخدم هذا القضاء فيما يخالف تماما اختصاصه، مستغلة أمر في القانون بسيط جدا. لما نيجي في القانون في مواد بتقول إيه، أنت لما تيجي هتنفذ يعني صدر لك حكم، صدر حكم، فالحكم في حاجة اسمها إجراءات التنفيذ بعد الحكم. لكن لو حصل استشكال في الحكم يوقف التنفيذ. يوقف التنفيذ، بس لابد أن يكون الاستشكال في نفس المحكمة. فكان بيحصل إيه، أن ترفع دعاوى كثيرة جدا ببطلان الانتخابات في دوائر معينة مثلا، في وهذا اختصاصها الاصيل القضاء الاداري، كل ما يخص النواحي الاداريه كلها القضاء الاداري، فيصدر احكام كثيره جدا بالبطلان. فكانت تلجا السلطه السابقه، النظام السابق نظام مبارك، كان يلجا لايه بقى؟ كل الدعاوى. يعني مثلا في برلمان 2010 صدر حوالي 275 بطلان للحكم. ماذا كان يفعل نواب الحزب الوطني والحزب الوطني نفسه؟ ياخد كل القضايا ده يروح يعمل استشكال فين؟ في المستعجل، في المحكمه المستعجل. طبعا من حقه، ده مخالف، ده مش من حقه، بس ده هنا صدر حكم في محكمة القضاء الإداري قال إن محكمة القضاء المستعجل غير مختصة، وأن الحزب الوطني يحيل إلى محكمة غير مختصة. وبعدين زي ما بقول لحضرتك، يمكن أنتوا جبتوا حتة في التقرير مهمة جدا، تعرف المحكمة محكمة القضاء المستعجل ينظرها كم قاضي؟ ينظرها قاضي واحد شاب. طيب المحكمة الأخرى ثلاث قضاة، ده في أول درجة، ثم بعد ذلك التشكيل اللي هو المقيد في القانون. معنا المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف طنطا ومنسق حركة قضاة من أجل مصر. سيادة المستشار، كيف لقاض شاب أن ينقض أحكام شيوخ القضاء في مصر تحت مسمى القضاء المستعجل؟ أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. هو يعني في الحقيقة الأمر إحنا لسنا بصدد قضاء مستقل نزيه يتسم بالعدالة والشفافية في أحكامه، وخاصة بعد الانقلاب العسكري. للأسف الشديد إحنا أمام قضايا وأحكام بتصدر ليس لها سابقة في التاريخ القضائي المصري ولا حتى التاريخ القضائي في العالم كله، سواء في القديم أو الحديث. فالتوصيف الدقيق لهذه الأحكام أنها أحكام سياسية بامتياز، يعني تحقق رغبات الانقلابيين، عايزين والله حكم مثلا يجعل مثلا حماس دي جماعة إرهابية أو الحركة الفلانية أو أي حاجة، بدون غض النظر بقى عن الاختصاص الولائي أو أي معيار أصل موضوعي قانوني منضبط يضبط العملية دي. طيب هل هذه الأحكام يعني واضح أن الأحكام بتتنفذ، يعني فهي السلطة هتنفذ الأحكام اللي تطلع من محكمة القضاء محكمة الأمور المستعجلة، لكن هل هذه الأحكام أي قيمة قانونية أو حجية قانونية، خاصة أنها تلغي أحكاما راسخة بت فيها شيوخ القضاء في مصر؟ هو للأسف الشديد أصلا في ظل الانقلاب العسكري هم حتى بينفذوا قبل صدور الأحكام. يعني موضوع دخول الحرس الجامعي مثلا، أضرب لك مثال على الموضوع ده،
للمحكمة الإدارية العليا قضت بعدم دخول الحرس الجامعي. نفاجأ إن محكمة الأمور المستعجلة تطلع حكم بعودته ثاني بتضرب بعرض الحائط بالأحكام النهائية والباتة، وده خطأ مهني جسير. الانقلابيين اصلا ما بيستنوش لاحكام ولا حاجه، هم اصلا السلطه الانقلابيه الغاشمه بتدخل الجامعه وبتقتل الطلبه، وبعد كده تغطيه قضائيه بيغطوا على الجرائم بتاعتهم باحكام قضائيه، فهم مش بيستنوا. طيب المتضرر من هذه الاحكام المستعجله ممكن يعمل ايه؟ ينزل الشارع ويعمل مظاهرات ضد الانقلاب. مفيش حاجه تاني يعني؟ يعني ملوش سكه خالص في القضاء يعني؟ لا لا لا، انا اصل ليه ده حضرتك، هو المنظومه القضائيه، اما بنقول المنظومه القضائيه فسدت في ظل الانقلاب العسكري ازاي؟ ان هو بيحدد دوائر معينه، هو بيبقى عارف اشخاص في القضاه وعارف ان هم يصدروا احكام ازاي ومتفقين معاه وهيصدر بحكم ايه والاسباب تنكتب ازاي والكلام ده كله، فهو بيحدد القضاء لنظر قضايا معينة. فمهما التجأوا للقضاء أو الكلام ده كله في القضايا التي طيب. تهم الانقلابيين. أرجو أن تبقى معي سيادة المستشار، نتوجه أيضا إلى المشاهدين لنعرف آرائهم في محكمة القضاء المستعجل مع زميل عمر رفاعي. تفضل عمر. رأيهم سيتضح الآن. من بداية هذا التعليق لمحمود سعيد يقول: القضاء والقمع الأمني وجهان لعملة الانقلاب العسكري. أما عن تعليق لحمدي صديق يقول: قضاة الانقلاب عرائس متحركة في يد العسكر، واللي يخالف يبقى لاعب في عداد عمره. أما عن تعليق لسعد وهبة يقول: أنا بس عايز أسأل القضاء المسيس سؤال، هو كل سياسي سياسي، ما فيش جنائي ولا إيه؟ أما عن تعليق أخير على فيسبوك لأميرة مجدي تقول: القضاء سلاح إضافي في يد السلطة كباقي المحاكم، إلا أنها أسرع في تأييد الظلم. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر. على تويتر لرضا أمين يقول: يعني هتكون مستعجلة أكتر من اللي حكم على 529 بالإعدام في 3 أيام ووقت الجلستين 20 دقيقة وبدون مرافعات، يبقى دي هتنفذ الحكم قبل نطقه. أما عن تعليق لسامح يقول: على رأي الشيخ حازم، طالما القضاء شامخ والشرطة شريفة ومؤسسات الدولة كلها محترمة، عملنا 25 يناير ليه؟ سؤال مشروع جدا. عمر فياض سريعا دكتور خالد، 28 ابريل هيكون في حكم ايضا على 6 ابريل، نعم. تتوقع ايه؟ اتوقع ان هي هتحظر اصلا الحركه رغم ان هي مش موجوده اصلا. طب يعني دلوقتي لما الاعلام يكتب المحظوره هنعرف ان 6 ابريل ولا الاخوان ازاي؟ لا، هي المساله في ايه، ان فين حركه 6 ابريل اصلا اداريا، بمعنى ان انت لما هتحظر حاجه اداريه معناها ان ليها تنظيم وتشكيل في الدوله موجود، فبتحظره من الناحيه القانونيه كمان هتحدد مصير الجزيره مباشر مصر، عشان كده مش عايز اتكلم عليهم. لا خد بالك، لا 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 ده يعني. لا ده كمان يعني ده مش ده ده كمان كام يوم يعني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد محمد أستاذ القانون العام، وأشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من الإسكندرية المستشار محمد عوض. وعلى مدى ساعتين مشاهدينا الكرام قدمنا لكم مصر الليلة وناقشنا عدة ملفات كان أبرزها ما يلي: انتشار الجيش في أسوان بعد مجزرة بين قبيلتي الهلايل والدابودية النوبية راح ضحيتها حوالي 23 شخصا. الأهالي يتهمون الأمن بالتقصير، والمتحدث العسكري يستبق التحقيق ويؤكد ضلوع عناصر إخوانية. الجزيرة مباشر مصر تواصل انفرادها بنشر تحقيقات النيابة الثورة في أحداث يناير. هل كان لحماس أي دور إبان الثورة؟ وهل كان مبارك يريد استدعاء الجيش؟ عرضنا اليوم لشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحدة. ومحكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار اعتبار جماعة الإخوان الإرهابية وتحدد مصير حركة 6 أبريل بالثامن والعشرين من هذا الشهر. فما هي قصة هذه المحكمة التي تأمر فتطاع وتنهى فيستجاب لها حتى باتت كالقضاء المستعجل؟